يا مساء الخير والفل والياسمين والورد والسعادة وكل الحاجات الحلوة على كل الناس الحلوة اللي بتشوفنا النهاردة. يوم جديد وقعدة جديدة من قعدتنا في هو وهن، وكالعادة بيقدموا معايا زمايلي الحلوين مروة ورند وميوية. عاملين ايه؟ ازيك يا نرمين؟ بلاش بالدلع بس مي، يعني ميوية. في حب انت لعستي مروة ورند وميوية. خلاص وعشان كده احنا سكتنا. خلاص مرموري ورندوشي وميوية. ايوه مش عارفه. لا يا جماعه. طيب خليني اسلم على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده. ان شاء الله النهارده يوم جديد وحلقه جديده من حلقاتنا الحلوه فهو هنا. النهارده معانا فقرات كتير حلوه ان شاء الله، تابعونا عشان كل اللي نفسه في حاجه ان شاء الله يلاقيها معانا في هو وهن. وانا كمان اكيد بدي امسي عليكم مشاهدينا، مساء الهلو عليكم فردا من وين ما عم بتتابعونا، اهلا وسهلا فيكم جميعا. مساء الخير عليكم. النهارده الفقره كلها دراما، حلقتنا كلها دراما. العلاقات، العلاقات والابراج. أيوة. هنشوف يعني صراحه انا كثير متحمسه على العلاقات. دائما العلاقات الاجتماعيه وبالذات هيك بين الشاب والصبيه او الرجل والمراه بلفتوا انتباهي، بتحسوها عالم يعني. أيوة. لانه كل واحد شخصيه، فما بتقدري يعني زي في قاعده معينه تمشي على كل الاشخاص. فاليوم هيك رح نحكي عن موضوع حساس، في ناس بتعتبره شيء عادي، ناس بتعتبره شيء مش عادي، واللي هو انه كيف في اشخاص بيكونوا بعلاقه بتفشل هاي العلاقه، بتلاقي طرف من الطرفين على السريع بفوت بعلاقة تانية عشان ينسى الأولى، اللي هو ريباوند إحنا بنحكي له كمان بالإنجليزي. فهل أنتوا مع أو ضد؟ هل بتحسوا هذا نوع من أنواع الاستشفاء، خلينا نحكي، من علاقة فاشلة؟ في أشخاص يعني هي زي ما أنت قلتي، كل واحد حسب شخصيته. في واحد بيموف أون بأن هو لا يبقى لوحده خالص ويقعد زي ما بنقول بيبقى في حالة من الاستشفاء كده مع الصحاب مع نفسه لوحده. في ناس تانية أو كيس تانية لا، هو على فكره بتكلم على راجل او ست، مش بتكلم على الراجل بس، بيخلصوا العلاقه دي على طول يروحوا داخلين في علاقه تانية علشان هم فاكرين ان هم كده لا بينسوا. لا هو ده، انا بالنسبه لي يعني اعتقد ان ده مش صح. عايز اقول لك حاجه كمان، ده اذا ما كانش هو من الاول كان في علاقه تانية قبل ما يخش العلاقه اصلا يعني. لا وعايز اقول لكم كمان ان في ناس ما بتلحقش فعلا تخرج من العلاقات او ما بتشفاش من العلاقات، زي ما رندا قالت، الناس ما بتصدق انها تخرج من علاقه تروح داخله في علاقه تانية. عارفه ليه يا مروه؟ لانه واعتقد يا ميم ما اعرفش هتتفقي معايا ولا لا، بس في شخصيات سواء برضو رجاله او ستات ما بيعرفوش يعيشوا لوحدهم. يعني في ست ما بتعرفش تعيش من غيره. انا بقول كده فعلا الفراغ العاطفي هي حسب الشخصيه. في ناس بتكون لا لازم ابقى في علاقه. أيوه. مش مهم بقى عجباني مش عجباني، بس لازم علاقه توكسيك مش توكسيك، المهم في علاقه. مش ريد فلاجز احنا لا، بس مرات بيستخدموا هذا الاسلوب ممكن عشان يثيروا غيره الطرف الثاني. انا اوكي انت سبتني، انا هروح مع حد ثاني حواليا لساتني مروه. بس عايزه اقول لك على حاجه، هي تافهه، هي تافهه بس هي منتشره جدا. جدا جدا اللي هي الروح الانتقاميه. بالظبط، انت سبتني طب بص بقى. بس المشكله بقى هنا في حاجه، لو فعلا الكيس دي حصلت، المشكله بقى بعد كده ان يحصل جواز، دي مشكله. يعني انت تبقى عامل علاقه تانية وتظلم الطرف الاخر معاك. وهنا الستات ساعات بيبقوا حملين الاسيه، يعني هم في ستات خلاص بتصدق وبتدخل في العلاقه، وبعد ما بتدخل في العلاقه العلاقه دي بتقبل على جواز وبيتجوزوا، وبعد ما بيتجوزوا بيحصل كارثه اول 6 شهور. دي بتبقى في الرجاله اكتر، خصوصا لو الست هي اللي سابتهم. طب انا هتجوز على طول بعديكي بقى. بالظبط، وانا بقول لك بقى الست هنا حملت اسيه، هي اللي بتدوق. هم بيبقى فيهم روح انتقاميه اكتر من الرجاله. لا بحس لا ممكن يدخل بعلاقه عشان يخليها تغار وبوحده احلى منها. اذا هو كان يحب وحده شعراتها اسود بيجيب وحده شعرها اشقر، انه العكس تماما. بس اما يروح يرمي حاله بزواج بالايام العاديه ما بيرضوش يتجوز. كنت لسه والله هقول لك، اذا الرجاله في العادي ما بيرضوش يتجوزوا فهيتجوزوا في الحالات دي، خصوصا بس عايزين استقرار. لو الرجاله عايزين استقرار ممكن يتجوزوا، مش لازم عن حب. بس خليني انا بقى، احنا لازم نتجوز اعتقد عن صح. انا نصيحه بقى بجد لكل البنات اللي بتتفرج علينا، وتحديدا البنات، أرجوكي لما تخرجي من علاقة سواء طلاق أو سواء كنتوا مخطوبين أو مرتبطين اللي هو ما قبل الخطوبة، اللي هو خلاص بتتمهلوا أو بتتمهدوا للخطوبة، أرجوكي ما تدخليش في أي علاقة على طول. يعني مينيمم أنا بالنسبة لي تتكلمي في 6 شهور. حقيقي. 6 شهور صح. اخرجي اتبسطي، روحي مع صحابك، سافري، العادي رياضه، اشتغلي. لان احنا مع كل يعني كل ما بنكبر اختياراتنا بتختلف، دماغنا بتختلف. صح. طبعا اختيارات ال 20 غير ال 30 غير ال 40 حقيقي. لا هي فعلا زي ما انت قلتي لازم طبعا تشغلوا وقتكم، الحياه لسه طويله قدامكم. ويعني الجواز يعني خلاص، يعني ممكن تعملي اي حاجات تانية لحد ما يجي لك ابن الحلال زي ما نقول. خليني اقول لكم على حاجه بقى كمان، انه بعد بقى ما بن يعني انا دي بشوفها كتير، تحلو البنت اكتر. لا 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 سيبك طبعا احنا حلوين كده كده. لا لا بعد ما اتنين بيسيبوا بعض بنروح عاملين ايه بقى؟
نروح داخلين على الابراج وعلى التاروت نشوف حظنا ايه، هنعمل ايه، طب احنا هنرجع، طب احنا هنتجوز، طب مش عارفه ايه. اعتقد هيكون معاكي انت فقره ابراج بقى، صح؟ الفقره المحببه لينا كلنا طبعا. صراحه انا متحمسه عليها هاي الفقره كثير. النهارده معانا فقره الابراج، فقره هنقرا فيها حركه الكواكب وتاثيرها على الابراج. هل في ابراج هتكون محظوظه؟ هل في ابراج معرضه للانفصال؟ اسئله كتير هتجاوب لنا عليها خبيره الابراج رحاب منعم. أنا يعني مبسوطة جدا. أيوه هتكون انتوا الاثنين اللي في معاها. أسألكم؟ إن شاء الله فكرة تكون حلوة. أسأل عنكم ولا ما أسأل عنكم؟ لا أنا برج الميزان. لا. طبعا هو كل الناس خلاص عرفت، أنا كل ما حد يكلمني أنا برج الميزان يا جماعة، برج الميزان أنا خلاص حفظته. يلا خلاص، لا عن جد متحمسة وأنتم كمان تابعونا عشان هيك يعني نعرف هيك إن شاء الله يا ربي كله تفاؤل وكله هيك أخبار إيجابية تكون. أكيد. طيب بما إننا إحنا كنا بنتكلم عن الستات وكل الناس طبعا عارفة يا مي إن الستات حملت أسية. يعني الستات حملت أسية. والله. إحنا النهاردة وأنا بقلب كده في السوشيال ميديا لقيت ست جميلة من محافظة أسيوط، عارفين لقيت إيه؟ الست دي يعني عندها فيديوهات منتشرة بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا سيئة لودر. عارفين يعني إيه ست سيئة لودر؟ أنا مش متخيلة. يعني حمالة أسية زي ما بيقولوا. إحنا عايزين نتكلم ونعرف منها أكتر. هي معنا دلوقتي صور شايفينها. احنا معنا هي على التليفون كمان. لا خلينا ناخد هي نوارة جمال، ويعني زي ما احنا قلنا لحضراتكم بنقدم لكم النماذج الإيجابية على السوشيال ميديا، وهي هي نورة. نورة جمال سوري نورة جمال سائقة لودر في أسيوط. يا نورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت هي جميلة قوي يا نورة، جميلة وجدعة، ربنا يخليك وجزاك الله خير. احكي لي بقى، اكيد الموضوع ده وراه حكايه، يعني موضوع ان انت سوقتي لودر ده وراه حكايه، لان الواحد اصلا السواقه العاديه الطبيعيه اصلا هي مجهده وتركيز عالي جدا، فاحكي لي الحكايه اللي ورا سواقتك للودر. والله وانا بحب اللودر وبحب الشغل بتاعه، وكنت في الاول كهوايه، يعني كنت حابه ان انا اقوده كهوايه مش اكتر ولا اقل، بس بعد كده حبيت ان انا استخدمه كوسيله معيشه تحسين دخلي. الحمد لله يعني بستخدمه في حاجات كويسه، يعني في استخدامه الاساسي. بس برافو عليكي والله يا نوره، انت يعني انت من النماذج هي الجميله بجد والمحترمه يعني بصراحه. قوليلي الرجاله كانت بتتعامل معاكي ازاي؟ عادي والله، يعني هو في الاول كان مثلا حتى لو في رفض او قبول كنت بكمل معاهم، يعني كانوا بيديني الفرصه، يعني يعني كان بيدعموكي؟ نعم بيدعموكي؟ استمع حضرتك والله، كانوا بيدعموكي؟ بيشجعوكي يعني ان انت تسوقي لودر او بيشجعوكي على اللي انت فيه؟ ايوه طبعا، يعني هم في الاول حتى لو كان في رفض في الاول، بس لما بثبت ان انا ادي الحاجه دي بيسيبوني وبيشجعوني اكتر لما بثبت لهم. طيب يعني في حاجة عايزة أقولها لك. طبعا أنت نموذج من النماذج الجميلة طبعا المشرفة، عايزة أقول لك وأنت سايقة اللودر أكيد الناس كتير بيشاوروا عليكي وبيبصوا عليكي، خصوصا مثلا أطفال صغيرة أو في ناس في سن صغير ومستغربين أن أنت مختلفة عنهم. أنت بتتعاملي مع الوضع ده إزاي؟ لا لا عادي والله، بتعامل عادي خالص، يعني مش إن هي حاجة صعبة، مش إن هي مثلا حاجة مستحيلة، وبحاول إن أنا أوصل لهم الفكرة دي إن ده حاجة كويس مش حاجة وحشة. طيب نورة، طب بدي أسألك سؤال، زوجك لما قلتي له أنا عايزة أشتغل على لودر ردة فعله كانت إيه، وبالذات أنه في أسيوط؟ لا هو كان مبسوط، يعني قبل ما يقول لي القرار أو قبل ما يوافق أو يرفض هو اتصل بحاجة زي كده، أنت إزاي بتقولي لي كده؟ يعني إزاي وصلتي لفكرتك الفكرة دي؟ يعني أنا عارف إن أنت بتتحدي أي صعب، بتتحدي أي مسؤولية وبتنجح فيها، بس إنك توصلي للودر دي كان مستغربها قوي، بس الحمد لله يعني برضه لما خد قرار خدوا على اقتناع، يعني مش ان هو وافق وخلاص. وايش الفرق بين سواقه اللودر والعربيات العاديه يا نوره؟ لا سواقه اللودر اصعب. اصعب؟ لا لا احكي لنا اكتر. لا لا صعب جدا طبعا، في القياده وفي التدريبات اللي بتتعرضي لها، وفي انك انت توصلي انك انت تقودي لودر، فانت عديتي مرحله صعبه في حياتك، يعني انا بعتبرها مرحله صعبه في حياتي. جدع يعني. انت بقالك قد ايه يا نوره بتشتغلي او يعني بتسوقي لودر؟ وانا كده خدت شهر تدريب اللي هو الرخصه، ودلوقتي الحمد لله بدور على شغل كويس برضه. انا بس بقول لك عايز اسالك، يعني ممكن لو الحمد لله اخذتي قرار صح او يعني شجعتي نفسك. لا انت صح جدا يا نوره، وبالتوفيق وكملي وربنا يكرمك. نوره قبل ما نختم عايز اسالك عن ولادك. ولادي الحمد لله معايا 3 اولاد وامورهم مستقره الحمد لله وفي البيت. هما في سنه كام؟
عندي منذر في ثانية ابتدائي وعندي معتصم في سنة أولى وعندي مؤيد بيقعدوا جنبك بقى وبيركبوا معاكي اللودر؟ نعم؟ بيركبوا معاكي اللودر؟ لا لا هم شافوني في التلفزيون بس كانوا مستغربين جدا ماما في المدرسة هم كانوا مبسوطين جدا بحاجة زي كده طبعا يعني عن جد اهلا وسهلا فيكي وعن جد جدا فخورين فيكي وهيك مثال للست حقيقي. المصريه الجدعه اللي يعني ما فيش حاجه بتوقفها زي ما بقول ست ال 100 راجل يعني نوره احنا بنشكرك على وجودك معانا وبنحييكي ويعني بنحيي كل الستات المصريه يعني انا صراحه بحترم كل ست مستعده تعمل شو ما كان عشان اولادها وعشان جوزها وبيتها وزوجها وتدعم زوجها حتى يعني زمان كانت مره اظن تحدثنا كمان ببرنامج هو هنا على انه كمان زمان كان في شغلانه معينه ما بتزبط الا للرجاله بس هلا احنا عم نثبت انه فعلا الست مرات بتقدر تكون في 100 راجل يعني في حاجات كتير وفي مجالات كتير دلوقتي ما بتيجي تطلبي ابلكيشن عشان تيجي لك عربيه تلاقي الستات فيها هم اللي سايقين العربيه فده طبعا حاجه جميله جدا مبسوطه قوي ان انا للستات كلهم ان انت يعني خلاص ما بقاش في حاجه اسمها ما ينفعش ما بقاش في حاجه اسمها اصل انا جوزي توفى انا جوزي مسافر انا مش عارفه اكل واكل ولادي فخلاص تعتمد على عايزه اقول لك على حاجه طبعاً. انا مره وانا قاعده عند الكوافير فلقيت واحده ست هي عندها شركه بتعليم سيارات هي فاتحه شركه هي انفصلت اتطلقت وفتحت المكتب ده بتعمل بقى في ايه جايبه كل السيدات المطلقات وبتشغلهم بيعلموا هو الناس البنات او الرجاله بيعلموهم السواقه فعايزه اقول لكم ان من هنا بقوا يفتحوا مشاريع ان هم يعني اللي بتسوق وتودي مدارس اللي بتسوق تودي طلبات احنا مره برضو اعتقد جبنا هنا في هو هنا واحده سكوتر بتسوق سكوتر بتوصل الطلبات فبجد تحيه لكل هي في مصر وفي الوطن العربي على يعني اصرارها وعلى ان هي ما بتيأس ولا ان هي تقول لا انا مش لاقيه شغل بجد تحيه لكل هي وهو اكيد مش هننساه طب انا تحيه لكل هي تحيات وطبعا تحيه لينا كلنا في البدايه يعني اكيد احنا بنشقى هنا على فكره احنا اول حاجه تحيه لينا هنا في البرنامج لك يا مروه طب انا كثير متحمسه صراحه نطلع بريك ونبلش فقره الابراج يلا بينا يعني اشوف اذا رح اسوق لودر ولا لا يلا بينا يلا رح نطلع لبريك سريع بعدي اكيد مبلشين باولى فقرات برنامج هو هن ما تروحوا بعيد الحقيقة وارد جدا بعد أي علاقة ارتباط سواء جواز أو خطوبة ممكن يحصل يعني كده فركشة أو انفصال وهنا بقى الست أو الراجل بيقرروا حاجتين يا يهدوا شوية ويصبروا شوية على الدخول في أي علاقة جديدة عشان يظبط بقى حساباته ومتطلبات الحياة الاجتماعية أو حل تاني إن هو يروح يرمي نفسه عشان بقى ينسى المشاكل ووجع العلاقة القديمة ويعني وفي حل تاني ان هو ممكن يعمل كل الكلام ده عشان يكيد الطرف الاخر ولكن الكلام ده بيبقى ليه عواقب كتيره جدا 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 يا نرمين خليني اقول ان دخول شخص وكلامي على شخص ان هو رجل او امراه ان هم يدخلوا في علاقه بعد ما يكونوا انفصلوا انا اعتقد اعتقادي الشخصي يعني ان هي حاجه مش صحيه وعشان كده احنا عملنا الفقره دي لان احنا بنشوف الموضوع ده بشكل كبير جدا بعد ما اتنين مرتبطين بيسيبوا بعض هي او هو ساعات ممكن يدمروا نفسهم طيب هنتكلم في الموضوع بشكل اكبر مع ضيوفنا الاعزاء استاذه ايه موسى اخصائي ارشاد نفسي واسري استاذه ايه اهلا بيكي اهلا وسهلا كمان الصحفيه ايمان الحكيم استاذه ايمان اهلا بيكي اهلا بيكي منورنا أهلاً. خليني ابدا باستاذه ايه واسالها عن الست تحديدا الست ليه تحديدا لما بتنهي علاقه او يعني ثابت او تثابت ايا كان ليه بتروح ترمي نفسها في علاقة تانية جديدة وممكن ما تبقاش هي الشخص عاجبها ولا أي حاجة عاجبها بس هي في علاقة وخلاص فإيه الأسباب؟ بصي خليني الأول أبتدي بحاجة خطيرة جدا إحنا كوطن عربي بنواجهها بشكل كبير وهي عدم تقبل مشاعر الألم إحنا عندنا رفض إن إحنا نتألم صح. فبنتألم صح. ده بجد ومدة الألم بتطول وكمان أنا دايماً بشوف إن الشخص اللي بيفشل في علاقة ارتباط هو سببها الأول ألمها بتبقى فشل في الأسرة يعني دلوقتي إحنا عايزين نمشي على ثلاث مستويات أول حاجة البني آدم مهم يزبطها في نفسه علاقته بنفسه واللي هي طبعاً متصلة برب العالمين تاني حاجة الأسرة الأولانية اللي هي الأب والأم والإخوات ثالث حاجة
الأسرة الثالثة أو بقى المجتمع أو الزواج أو الارتباط وهكذا. لما بيحصل خلل في علاقة الشخص بنفسه، ما بيبقاش فاهم نفسه، ما بيبقاش عارف مخاوفه، ما بيبقاش عارف إيه الحاجات اللي مقلماه ومسيطرة عليه بشكل كبير ومأثرة على نفسيته، ما بيبقاش عارف إيه الحاجات اللي هو رافضها ومسببة له ألام لما بس مجرد أنه بيتخيلها، وما بيعرفش يشبع العاطفة المضبوطة من الأسرة الأصلية اللي هي الأب والأم، ينجح في اختبار الأسرة الأولانية فبيفشل في الأسرة الثانية أو في علاقة عاطفية. بيبقى خارج من أسرته، عنده مشاعر كتير جدا عايز يحسها، مشاعر مكبوتة كتير، فبيبقى فاكر أنه هيعوضها من طرف آخر أو من علاقة حب أو ارتباط، فللأسف بيجذب شخص يدمره أكتر. هي دي بقى الكلكة، إن الشخص بيجذب اللي هو عايشه طول الوقت واللي هو حاسه. في ناس تقولك أنت بتجذب اللي أنت عايزه خالص، أنت بتجذب اللي أنت حاسه. فلو أنا طول الوقت حاسة مشاعر سلبية وألام وعندي شح عاطفي وعايزة حد يجي ينتشلني من اللي أنا فيه، ودي يمكن حاجة في يعني في مجتمعاتنا العربية خاصة بالأنثى، الأنثى عايزة أريح وعايزه حد بقى يعمل لي ويسوي لي ويفسحني ويجيب لي ويعمل لي. طب انت فين؟ انت دورك ايه؟ انت رسالتك ايه في الارض؟ هو ربنا خلقك عشان، انا اسفه اقول، بس راجل هو اللي يعمل كل ده. هو انتو يونيتي، يعني انت كو هو كو، تتحدوا، مش حد يجي يعمل لي وانا انام في الخط. فدي نقطه مهمه جدا انا شايفه يعني ان هي منتشره بوجه كبير جدا في الوطن العربي. فمهم الانثى الاول تفهم نفسها وتعالج مشاكلها مع أسرتها الأول. حلو جدا. طيب إيه يعني المشاكل النفسية اللي ممكن تيجي للراجل أو تعود للراجل أو الست من سرعة الإقبال أو على دخول في علاقة جديدة وهم يدوبك لسه يعني 70 سلام عليكم يعني من علاقة قديمة؟ بالضبط. أول حاجة طبعا عدم تقبل مشاعر الألم، إن الشخص مستعجل مش قادر أقعد لوحدي، فبالتالي أي حد هيجي يشبالي العاطفة دي هروح له على طول. في نقطة خطيرة جدا أنا اكتشفتها مع الوقت، يعني يمكن دي حتى أنا ما درستهاش، اكتشفتها في رحلة الحياة، وهي إن ربنا عز وجل خلق فينا عاطفة بتخرج كل فترة، مشاعر جميلة، حب لا مشروط. الشيطان هنا بيدخل ويوجه العاطفة دي بشكل خاطئ، يخليك النهاردة عايزة تنفسي عن هذه العاطفة بس بشكل خاطئ. فيجي شخص يهتم بيكي فتفتكري إن أنت بتحبيه فترتبطي بيه، تكتشفي بعد كده أنه مش الشخص المناسب، وتبقي النهاردة عايزة أشبع بسرعة رغبة العاطفة وأنفسها بس بشكل خاطئ. طيب أنا هرجع لمحكي أبرز القصص. أنا عايزة أقولك أنا اللي عايزة أقولك تعلي صوتك. أنا يعني قبل أنا صوتي رايح، معلش. يا حبيبتي سلامتك. قبل ما يعني ما أقول أبرز القصص اللي مرت عليا، عايزة أقول إن أنا أخرج من علاقة بعلاقة تانية ده غلط طبعا. يعني غلط للراجل وللست، بيسبب لي مشكله، عواقب كتير. يعني انا ممكن عايزه يعني بتحصل، يعني مثلا ابرز القصص زي مثلا بنت اتطلقت من شخص هي كانت بتحبه، فهي عايزه بقى اللي هو انا هتجوز، اتجوزت شهرين انفصلت طبعا، فهي دلوقتي هي بتعاقب نفسها. اتجوزت بعد انفصالها من الاولاني بقد ايه؟ يعني ما فيش وقت، يمكن ممكن سنه او اقل من سنه. بس ده مش قليل، انا يعني سنه دي متهيألي مش يعني، هي ممكن فتره اقل من سنه. ما هو ممكن يكون برضو البنت دي عندها تعلق شديد جدا بالعلاقه الاولى، عشان خاطر كده ما عرفتش انها تتجاوب مع العلاقه الجديده. بالظبط تمام. اتطلقت، ما فيش من الجوازه الثانيه شهرين. لا حول الله يا رب. ليه بقى؟ لان الاختيار في الاصل كان غلط. هي اختارت علشان تشبع رغبات الالم اللي قالت عليها استاذ ايه، عايزه تقول له ان انا عايشه بيك من غيرك عايش. وبس بالعكس، اللي بيعمل كده بيبقى بيعند في نفسه، انا مش هعند في حد، او مثلا انا لما اعمل حاجه زي دي انا ما الطرف الثاني مش خسران حاجه. ما تدمروش يا جماعه نفسكم، يعني ده كلامي دايما طبعا. والله للبنات حتى اصحابي، ما مش عشان تخرجي من علاقه او علشان انت عايزه تغذيه فتروحي توحلي، انا دايما والله بس بقول المسمى ده، توحلي نفسك دي وحله، وتسحلي نفسك في حوار انت بعد شويه تقولي ايه اللي انا عملته في نفسي ده، وتكتشفي ان انت ممكن ما تبقيش عارفه تخرجي من العلاقه دي. صح جدا. زي برضو في ولد كان متجوز ومخلف مثلا حوالي 3 أو 4 بنات، والبنت اللي اتجوزها دي برضو بيحبها جدا، وبعد فتره من الجواز كان مثلا بقى لهم 10 سنين متجوزين وانفصلوا. راح اتجوز مراته الجديده دي، بقت حامل. ابتدى يرجع للقديمه، يحن بقى للقديم، عايز يرجع اصلا. لا عايز يرجع خلاص، خد خطوه رجوعه وبداوا يتكلموا، اللي هو لا هو عايز يرجع. طيب انت ليه خدت القرار ان انت اصلا تتجوز؟ يعني استنى عالج اللي فات
وبعدين يبدا قصه جديده. الفكره بقى عندنا يعني انا اعرف نماذج كتير جدا بتقول لنا بداوي، يعني بصرف النظر عن التعبير تقول لي انا بداوي علاقه بعلاقه، انا بخرج من واحده علشان ادخل واحده تانية علشان انسى، ده عمره ما كان طبعا. صحي وبيسبب مشاكل للطرفين أكيد. للولد وللبنت. طيب ايمان انا عايز اسالك سؤال مهم جدا، يعني ازاي الست او الراجل يتخلصوا من اي علاقه سامه؟ اولا ما ينفعش، خلينا في الست الاول، ادينا كده او روشته كده ان هي ما تحنش للعلاقه القديمه اللي هي ممكن تكون توكسيك، ان هي تاثر عليها بالسلب او يبقى عندها اضطرابات نفسيه سواء بقى في علاقات جديده او في حياتها او في شغلها. في ناس عندهم ادمان العلاقات، يعني في واحده تبقى عندها ادمان للعلاقات مش عارفه تسيب ده. صح. اخرج ازاي؟ اول حاجه تقبل مشاعر الالم ونفس بالطريقه اللي انا شايفاها. بلاش فكره الفيك، اظهر شيء انا مش عليه، اظهر ان انا سعيده وانا مش كده، اظهر ان انا منطلقه وناجحه وانا من جوايا مش دي المشاعر خالص. يبقى اول خطوه تقبل مشاعر الالم وابكي ونفس عن المشاعر دي، وابقى ببكي بوعي ان انا بنفس مش طيب ببكي أنا هقف بس معلش عند النقطه دي لان الكلام حضرتك انا عاجبني جدا. النقطه دي تحديدا انا بسمعها من صحاب كتير برضو. لما اتنين يسيبوا بعض يقولوا لها بصي اوعي تنزلي حاجه على السوشيال ميديا تبين ان انت بتعيطي ولا انت متضايقه، نزلي صور، اخرجي، سافري، بيني ان انت انا 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 بحس عارفة. انا نفسي لما اتحطيت مره في الموقف ده اتقلنتي جدا، انا تعبت، انا نفسيتي تعبت جدا على فكره، اللي هو انا ليه اظهر حاجه انا مش موجوده فيها اصلا. ده سببه ان احنا ما بنرجعش لدينا، ربنا بيقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. يعني ايه المنافق؟ احنا خدنا المنافق بمعنى سطحي جدا، وهو اتنين مثلا انا في وشك يا حبيبتي وبظهرك بشتم فيكي، ده درجه من درجات النفاق. بس اعلى نفاق واول نفاق هو نفاق النفس. ان انا اكون بظهر شيء انا مش عليه، فببتدي اخد نار من الدنيا والام عشان انا بكتم مشاعر جوه. يعني خلي بالك كتم المشاعر دي عامله زي اللغم، انا بجد حرفيا بسميها لغم. لما انت تكوني زعلانه وتكتمي انت كتمتي طاقه جواكي هتخرج لو بس اتلمست انفجار. صح. فتخرج في امراض، تخرج في مشاكل، تخرج في عرقله في الحياه، في عمل، في علاقات سامه، او مش عايزه اقول بقى علاقات سامه عشان مفيش حاجه اسمها علاقات سامه، علاقات تخش تبقى اختبار ليكي تاذيكي اكتر، او اضطرابات في القرارات، او اضطرابات في القرارات بالظبط. عشان كده اول شيء نفس واطلب المساعده من الناس اللي حواليك. بس في نقطه بقى خطيره جدا عايزه اوضحها هنا، ربنا بيقول لنا اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ما ينفعش اروح عايز افتح مشروع وينجح اروح اسال شخص فشل في هذا المشروع، هدي نصايح ايه؟ كلها افلاس، صح ولا لا؟ طبعا. فانا النهارده بسعى لعلاقه راقيه وعلاقه سويه، اروح اسال حد مختص. الحد المختص دي تاني خطوه، ما اخدش نصايح من حد. انا عارفه ان الاصدقاء قلبنا كلنا على قلب بعض وعايزين نساعد قوي، ده مش صح يا جماعه. يعني لو انت بتحبي شخص او بتحبي صديقتك خديها من ايديها وديها لحد مختص يخليها تعرف اول شيء نقط ضعفها قبل نقط قوتها، عشان هي دي اللي دايما بتوقعها. تعرف ايه الاحتياجات بتاعتها وايه الفقر عندها في ايه العاطفه، ايه الخلل عندها. تعرف ايه المخاوف بتاعتها، ان المخاوف دي طاقه مكبوته بتجذبي طول الوقت. المخاوف دي اللي هي تبقى دايما خايفه، تبقى خايفه وحدها. بقى من الوحده طبعا. دي حاجه كومن انا بشوفها في كل البنات تقريبا الجلسات. انا خايفه من الوحده، خايفه اعيش لوحدي، خايفه ما ارتبطش، خايفه ما يبقاش عندي اسره، وفي الاخر تاخد فعلا جوازات او ارتباطات تعيشها ده اكتر احسن انفصال، تاخد على دماغها. طيب خليني اروح لايمان واسالك انت من وجهه نظرك ايه الاسباب القويه قوي اللي تخلي البنت تروح تدخل في علاقه ثانيه بعد علاقتها العلاقه اللي هي كانت فاشله فيها؟ ايه اكتر سبب ممكن تكوني شايفاه؟ السبب الاساسي ان هي مش متصالحه مع نفسها. ده رقم واحد، لان الشخص اللي متصالح مع نفسه بيحب الخير. يعني انا دلوقتي انا اكتر واحده انا حاسه بنفسي ومفيش حد هيحس باللي انا حاسه بيه، وانا اكتر واحده هبقى عارفه انا محتاجه ايه. لما اجي دلوقتي انا ابقى لسه خارجه من علاقه مثلا وانا لسه الشخص ده انا لسه بفكر فيه، او حتى لو مفيش رجوع بس انا لسه ممكن نفسي نرجع. اروح اعالج ده؟ لا ما بعالجش ده، انا بروح اعمل كارثه، اروح ارتبط. اسبابه ايه بقى؟ يعني انا ببقى شايفاه ان هو شخص ما بيحبش نفسه.
ليه بقى؟ لان انا شايفه ان احنا يعني احنا عباره عن شويه مشاعر. انا لما كل شويه بقى هدي ده شويه مشاعر، هدي اللي جاي ده، يعني كل شويه حد هياخد من مشاعري، انا هيتبقى عشان كده بنسمع إيه؟ كلمه انا ما عنديش حاجه اديها للي جاي. انا هيتبقى لي إيه؟ يعني هيتبقى لي هاجي في الاخر كده هلاقي نفسي افلست. ما بقاش عندي مشاعر، بقى عندي افلاس في المشاعر. لما اجي اتجوز بعد كده مش هيبقى عندي حاجة اديها للشخص اللي انا هتجوزه، حتى لو كنت تعافيت من العلاقة القديمة، بس هبقى خلاص انا مريت بحاجات كتير، وهقعد اقارن. يعني كثرة العلاقات بتخليني اقارن الشخص ده باللي قبله والشخص ده باللي قبله. دي بقى مشكلة كل الناس بتقع فيها. ما هو ده بقى، ما انا ده اللي انا بقوله، ان انا لازم ابقى عارفة انا عايزة ايه. يعني لازم ابقى متصالحة جدا مع نفسي، وابقى عارفة انا عايزة ايه. انا برضو مش هطلع من علاقة لعلاقة تانية علشان مثلا يبقى عندي يعني مثلا لا، في بنات مثلا بيبقى المشكلة عندها صحابها كلهم مرتبطين، فانا مش هينفع ابقى سنجل، انا عايزة ارتبط. ممكن تقضي وقت، يعني في ناس بتاخدها تقضية وقت، بس ده بيجي بالعامل السلبي على نفسيتها اصلا، بتخلي النفسيه لانها بتشوف حاجات مش هي دي اللي منتظراها بالظبط، وممكن تدي ردود فعل مش حقيقيه. يعني مثلا ممكن تبادلوا مشاعر مزيفه. طيب ده كان رايك، خلينا نروح نشوف راي مي من الجيزه. الو، مساء الخير، ازيك يا مي، عامله ايه؟ الحمد لله. موضوع دلوقتي فقرتنا الدخول في علاقه جديده ولسه هم خارجين من علاقه فاشله قديمه، رايك ايه في الموضوع ده؟ وهل انت مريتي بالتجربه دي ولا لا؟ انا مريت، ولكن العقل بيقول انه لا، اخد هدنه واخد وقتي عشان اختار كويس. بس انا يعني انا كحد لا، دخلت في تجربه على طول سريعه، بعد يعني بعد ما بعدت خالص دخلت. بعديها قد ايه تقريبا يا مي؟ بعدها بحوالي شهر. انت سريعه قوي، انت جراحك بتلم بسرعه قوي. ممتازه، احنا بنحييكي. بس عايزه اقول لك وعايزه اعرف منك، خليني بس اسالك، عواقب اللي انت عملتيه ده او سرعه الارتباط بشخص جديد وانت لسه يعني ايه، كان في طبعا ان انت فشكلتي زي ما بيقولوا، العواقب دي يعني جت عليكي بايه؟ هي ما كانش في عواقب كتير قد ما انا بدات ان انا لا افكر، يعني عقلي بقى ابتدى يرجع لي، لان انا كنت اوريدي خارجه من صدمه، فعقلي ابتدى يرجع لي اللي هو لا، ده الشخص ده ما ينفعش في كذا وكذا وكذا وكذا، فسبته بكل هدوء وانا مقتنعه انا اللي سايباه. ده اللي حصل، دي التجربه اللي حصلت، ان انا سبت وانا خلاص انا مقتنعه. يعني انت اتسرعتي في الارتباط بالظبط. بس كانت فوايتها بالنسبه لي كانت مهمه جدا، ان انا كنت متعوده مثلا مع الشخص الثاني ان انا اتكلم معاه كتير، ان انا طول الوقت هو شاغلني، بنخرج بنروح انا اعتقد عادين. كمان يا مي عايزه اقول لك على حاجه، انه الرك بيبقى على الطرف الاخر. بمعنى ايه؟ انت بنوته وكنت في علاقه وسبتي او انفصلتي ودخلتي في علاقه ثانيه، اكيد بتحكي للشخص اللي بترتبطي بيه انا كنت في علاقه، فاول سؤال طبيعي هو انت سبت بعض امتى؟ هتقولي له من شهر. هو انا ده رايي الشخصي، هو لو هو راجل محترم وراجل فعلا عايزك بجد هيقول لك مي ستوب، خلينا نهدى شويه، احنا اصحاب عادي لغايه لما انتي لا والعكس صحيح. لو واحده شايفه راجل برضو انه لسه مطلق مثلا وراحت هي واخداه على طول، هي تقول له لا استنى لغايه لما تهدى خالص وتموف اون الموضوع ده، ونبتدي نشوف احنا عايزين ايه. انا ده وجهه نظري يعني. طب وانت سبتيه خلاص بقى، التاني ده انت سبتيه برضو؟ سبته وانا مقتنعه بقى، وكنت هاديه وخارجه هاديه من العلاقه وخارجه. برافو، ربنا يكرمك يا مي، ربنا يوفقك ان شاء الله. طب ايه عايزين يعني عايزاكي تردي كده على مي، ايه رايك في اللي عملته؟ بس شهر دي يعني جباره يعني. طبعا هي بس محتاجه زي ما قلت من شويه ان الشخص يقعد مع نفسه يعرف هو ايه اللي خلاه يروح لطرف اخر عشان يشبع انهي مشاعر بالظبط، ويعرف ازاي يوجه المشاعر والعاطفه دي بشكل سليم مع حد مختص. انا ليه دايما بقول حد مختص؟ عشان حد المختص هو اللي هيجايد، هيرشدك بشكل سليم. طب هاخد موضوع مي وهسالك سؤال، بصي هو ده مش في السكريبت بس ده السائد وده المنتشر وده في كل الحالات اللي انا بشوفها. بيبقى في اتنين مرتبطين، بيحصل شخص منهم مش بيرتبط، بيقرب لشخص تاني وبيستنى اي موقف يحصل من الطرف الاول اللي هو معاه ومرتبط بيه حاليا عشان يخلص وينفصل ويروح يرتبط بالجديد او هي ترتبط بحد تاني. الكلام ده عشان البدايات حلوه
ولا الكلام ده هو ده الحب الحقيقي فعلا، ولا الكلام ده العلاقتين اصلا مزيفين لان انت خرجت من علاقه ودخلت في علاقه او العكس صحيح؟ ايه رايك في الموضوع ده لان ده اكثر انتشارا؟ هناخد ردك بس معانا تليفون. يلا معانا ليلى. يا ليلى من المنصوره، احلى ناس. ايوه امارات بتوع المنصوره دول والله. ربنا يخليكي، ميرسي. ازيك يا لولا، عامله ايه؟ الحمد لله، زيكم. ايه رايك في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، ان انت كنت في علاقه وخرجتي من العلاقه و... وزي ما بنقول اللي هو الريباوند او الشخص البديل عن اللي بتعوضي الارتباط اللي كان سابق؟ وانا مريت فعلا بعلاقه وفشلت، وغلطت ان انا دخلت يعني في علاقه بعدها وفشلت، ودخلت في علاقه بعدها وفشلت. ايه ده ايه ده ايه بعد ايه طيب عايز اعرف ايه يا لولا؟ لولا ايه؟ طب احكي لي بينهم قد ايه، يعني ما بين العلاقه والتانيه قد ايه؟ تقريبا سنه يعني. لا سنه لا انا بالنسبه لي سنه شايفاها تمام عادي. لا معتدل. بس كل علاقه كانت بتفشل، فانا قررت ان انا اخد هدنه بقى شويه، ويعني كذا سنه بقى مش سنه يعني. طب علاقه كانت ارتباط ولا خطوبه ولا جواز؟ هي اول حاجه كانت جواز، بعد كده انفصلت، اللي بعدهم كان ارتباط بس ما كانش بيكمل. ما كانش ايه؟ ما كانش بيكمل. طب ما عدتيش انت مع نفسك شفتي؟ خلي بالك مش شرط ان هما برضو، عشان ما نظلمهمش، انا ما اعرفهمش، بس ممكن يبقى انت عندك اخطاء او عندك عيوب، لازم تقعدي مع نفسك. او زي ما استاذه ايه قالت ان انت تروحي المتخصص تحكي، علشان هما اكيد شايفين حاجه انت نفسك مش شايفاها، فممكن تعديها، لان برضو انت دخلتي في واحد اتنين تلات علاقات برضو كتير. هو انا كنت بحس ان مش ده الشخص اللي انا عايزاه يعني. كانت بداية بتبقى حلوه، وبعد كده ما بندخل بقى نعرف بعض اكتر بحس ان لا مش ده الشخص اللي انا. انت عندك كام سنه يا ليلى؟ 35. 5 وايه؟ 30. 35. نصيحه اخت بقى لما ان شاء الله ربنا يكرمك كده ويبقى في هو في حاجه ولا لا مفيش؟ لا دلوقتي واخده بريك. خدي بريك بقى شويه حلوين كده، بس لما يعني انا دي نصيحتي ان انت تروحي تحكي لحد متخصص علشان يرشدك ويقولك تعملي ايه، واكيد انت في اخطاء بتقعي فيها كل مره تتداركي الاخطاء دي. بشكرك يا لولا، شكرا جزيلا، وتحياتي لكل اهل المنصور. نرجع بقى للسؤال اللي انا طب انا كنت سالتك سؤال مهم وبعد كده نرد على. بصي اول حاجه لازم نعرف ليه الشخص النهارده بيروح يتعرف على طرف اخر. اولا ده ما بيبقاش حب خالص، مش بقى متعرف او يخش في ريليشن يرتبط بالفعل، ده ما بيبقاش حب تماما. ليه؟ ان انا هقول حاجه ممكن تصدم الناس شويه، بس هو ربنا عز وجل خلقنا، هو يعني الانثى ليها مكان واحد بس اللي هو الذكر، والذكر ليه مكان واحد بس اللي هي الانثى، ده في القلب. فلما الشخص بيعمل تعدد او فكره التعدد في حد ذاتها، انا اعرف دي واكلم دي وصاحب دي ودي تكلمني، هو بيتشتت. صح. يعني ما ينفعش النهارده الشخص مثلا يسمع من عينين، يقول انا النهارده زهقت من ودني، فلما غير السيستم لو فكر يعمل ده هيحصل له خلل في جسمه. نفس الكلام في العاطفه. طب ايه اللي بيخلي النهارده راجل او ست يتعرفوا ويرتبطوا بطرف اخر؟ ده بيبقى شح في العاطفه. شح في خانه معينه او في حته معينه في حته العاطفه عايز يشبعها. فيلاقي واحده النهارده مثلا لطيفه جميله بتديله الشيء اللي هو مفتقر اليه، بس ده مش حب، فيهيئ له ان ده حب. وبعد فتره يلاقي برده ان ده مش حب ويعيد التجربه تاني. والنقطه هنا بقى اللي عايزه اقولها لولا، حاجه بقى عشان لازم نختم للاسف، اللي عايزه اقولها لولا ان انت كشخص مش بس تتابعي مع حد مختص، الفكره يا جماعه التجارب بتعيد نفسها لو انت ما فهمتيش الرساله من اول تجربه. يعني انت النهارده فشلتي في تجربه، لازم تقعدي مع نفسك تعرفي هي ليه فشلت. لازم تتعرفي على نفسك تاني. عشان انت لو ما عرفتيش مخاوفك، مرفوضاتك، الحاجات اللي مقلماكي، اختبارك مع اسرتك الاولى، وعرفتي ازاي تشبعي العاطفه بشكل سليم، هتجذبي علاقات تاني، وكل علاقه ثانيه بقى هتبقى اسوأ من اللي قبلها. دي حقيقه. كلمه اخيره منك يا استاذه ايمان بقى لكل البنات اللي بيتفرجوا، نصيحه بقى بنت، نسيبك بقى من ان انت صحفيه والكلام ده، نصيحه بنت تقولي لهم ايه؟ والله انا عايزه اقول للبنات ما تتسرعوش، وما تحاولوش تدوروا على الحب بره، يعني لان في بنات كتير جدا الأول. في بنات كتير جدا بتدور على العلاقه دي بره علشان هي مفتقداها في الاسره. يعني ما لقيتش ان حد يبادلها مشاعر في البيت فبتدور عليها بره. كان في حاجه برضو كنت عايزه اقولها، الراجل متعدد العلاقات انا ساعات ببقى شايفه ان هو ما عندوش ثقه في نفسه، فعايز يجمع البنات حواليه بقى علشان يبقى واخد بقى
قوته منهم. انا لا انا جامد بقى، انا في بنات كتير بيشبع الحاجات النواقص اللي عنده. لكن انا ما ببقاش شايفه ان هو حد جامد او مثلا حد مفتقد للعاطفه. لا أنا خالص. لا يا وايمان انتوا نورتونا النهارده، الحلقه كانت جميله جدا وكلها اراء جميله طبعا ومفيده لكل الناس اللي بتشوفنا. بنشكر ضيوفنا اللي كانوا منورينا، ايه موسى اخصائي ارشاد نفسي واسري، وايضا الصحفيه ايمان حكيم. بنشكركم على وجودكم معانا في الحلقه، نورتونا وشرفتونا. اكيد الحوار بقيه طبعا. البنات والولاد بعد ما بينفصلوا بيعملوا ايه بقى؟ بنقعد نبص برجه هيحصل فيه ايه، طب برج هيحصل فيا ايه، طب يا ترى هنرجع، طب يا ترى هنعمل ايه، طب برج الاسد فيه ايه، طب برج الجوزاء فيه ايه. ده اللي هنعرفه في الفقره اللي جايه ان شاء الله مع زمايلي رند ومي، لكن بعد الفاصل. رجعنا لكم ومكملين معاكم في هو هنا. وصلنا هلأ للفقرة اللي كتير منكم عم بطلبوها منا واللي كتير محببة لقلوبكم وقلوبنا احنا كمان، واللي هي فقرة الأبراج. اليوم عن جد ضفتنا رح تغير تفكيرنا. كنا زمان نحكي شو توقعات برج العقرب، شو توقعات برج الحمل، بس اليوم ضفتنا رح تغير مفهومنا ومفهومكم انتو عن الأبراج حقيقي. مش بس كده، النهاردة هنقرأ حركة الكواكب وتأثيرها على الخريطة الفلكية. موضوع جديد. بالظبط. هل في ابراج هتكون محظوظه بعد نص السنه الثاني؟ هل في ابراج معرضه للانفصال؟ هنشوف ده مع رحاب. ازيك يا رحاب؟ عامله ايه؟ انا مبسوطه اني معاكم النهارده. احنا كثير مبسوطين. انا اظني مسكتك قبل الهواء. حطيتك وعن جد كشخص انا يعني غيرتي لي نظرتي بكل الفكره. كنا زمان العقرب هاي السنه متوقعين له انه يتجوز، وبتاخد العقرب كله يعني بالزبط. احنا ناخد البرج كله بتوقعاته باب حظوظه بالانفصال بالظبط. وهو ده اللي قلته بالظبط يا رند قبل الهواء، ان انا كان هدفي الاساسي فان الناس تفهم يعني ايه علم فلك، ان مش برجك ايه الفرق بين توقعات الابراج والخريطه الفلكيه. هذا الشيء اللي انا حابه تشرحيه صراحه لمشاهدينا عشان يقدر يعرف الخريطه الفلكيه بالضبط. هو للاسف هو يعني ممكن مفهوم جديد على سمعنا، لكن طبعا علم الفلك ده اقدم علم على الارض. خلينا الاول نقول يعني ايه اصلا ابراج، عشان الناس متخيله ان الابراج دي عباره عن رسومات احنا رسمناها او حاجه افتراضيه. لا، الابراج دي عباره عن مجموعات نجميه في السماء. زمان قوي الناس كانت فيش تكنولوجيا ومفيش تلفزيون، فبيقضوا وقتهم يتفرجوا على ايه؟ على السماء. والسماء كانت اوضح بكتير، فكانوا يشوفوا مجموعه نجميه مع بعضها يقولوا الشكل ده شكل اسد، يظهر لهم على انه اسد. المجموعه دي اسمها القوس، المجموعه دي على شكل اثنين يبقى الجوزاء، ومن هنا جت تسميه الابراج اللي هي السماء ذات البروش. هي دي بالظبط. طب اكتشفوا بقى، هل وقف عند هنا؟ لا، لقوا ان كل القمر كل ما يتحرك ما بين طبعا القمر والشمس والكواكب كلها بتتحرك في حركه معلومه، لقوا ان كل ما بيتحرك من مكان لمكان ليه تاثير على الارض. لاحظوا مثلا القمر لو دخل برج السرطان، والقمر بيقعد كل يعني يقعد يومين ونص في كل بيت، بيشوفوا ان التاثير ده ان الناس بتبقى حابه تقعد في البيت اكتر، تاكل اكتر، عندهم كسل شويه، بتبقى احلامهم كلها خاصه بالاهل او بيوتهم القديمه. طب معلش بتصير يعني معلش يا رحاب، انت قلتي ممكن كوكب او فلك يخش على برج؟ الكوكب بيتحرك جوه البروج. أوكي. اللي هي اللي احنا بنقول عليها برج الاسد. الشمس بتتحرك كل 30 يوم، القمر بيتحرك كل يومين ونص، زحل بيتحرك كل سنتين ونص. من هنا الحركه اللي بتحصل دي بيحصل تغيير الامور على الارض. وكل شخص ليه خريطه فلكيه، واليوم نفسه ليه خريطه فلكيه. النهارده القمر في العذراء، النهارده القمر في السرطان. لكن ايه بقى الخريطه الفلكيه؟ مفيش قواعد شاذه. طيب يعني ايه؟ يعني مثلا انت قلتي حسب الحركات الفلكيه في كل برج. طيب ممكن مثلا برج ما يمشيش او يعني جت حظه كده ان هي ما مشيتش مع التوقعات؟ لا لا، يعني التوقعات حاجه، وان الكوكب ماشي بحركه معلومه ده امر رباني. ان الكواكب كلها بتتحرك بحركه معلومه، واحيانا تتراجع وتتبطأ شويه او تتراجع. طبعا في كواكب بتتراجع زي عطارد كده اللي بيحكم الجوزائيين والعذرائيين، عشان كده بنقول على الجوزائيين هوائيين، لان كوكبهم بتراجع تقريبا 3 4 مرات في السنه. فالكوكب لما بتراجع، لكن الحركه بتاعت الكواكب مرصوده ومعلومه، مش حاجه فيها لا بتتاخر ولا بتتقدم، زي الليل والنهار بالظبط. طب انت هلا حضرتك حكيتي الخريطه الفلكيه، وبتختلف من شخص لشخص طبعا حسب يوم ميلاده وساعه ميلاده. مثلا اذا انا انولدت 6/11/1980 الساعه 4 العصر، واجا حدا مي انولدت ب 6/11/1980 الساعه 12 الظهر، هل شخصياتنا بتفرق؟ بتختلف؟ هل التوقعات لحياتنا الشخصيه بتختلف؟ انتوا لو اثنين توينز توأم، في واحده بتتجوز واحده لا، واحده بتشتغل قبل الثانيه،
ازاي هنا الحياه الدقيقه كده يعني الدقيقه لا وفي بقى جزء تاني يعني مش بس طبعا الدقيقه والثواني دي بتعمل حاجه اسمها يعني خلينا نفهم اصلا يعني ايه الخريطه الفلكيه لحظه الميلاد كلنا بنتولد بيكون الكواكب والنجوم في وضعيه معينه وكمان مش بس في نجوم معينه لا في درجات معينه ومن هنا بتتعمل حاجه اسمها الخريطه الفلكيه. الخريطه الفلكيه دي عباره عن ايه؟ يعني مثلا برج الاسد ممكن تلاقي واحد برج الاسد عصبي جدا واحد برج الاسد هادي جدا، طب يبقى كده معناه ان انا احكم على برج الاسد ان هو عصبي جدا؟ لا، هنا بقى بنشوف وضعيه الكواكب. المريخ مثلا مكانه في الخريطه الفلكيه هو اللي بيفهمني الشخص ده بيغضب ازاي، بيتصرف ازاي، عطارد بيفكر ازاي، هل مثلا كل مواليد اقول ان في برج كامل كل مواليده اغبياء مثلا مش بيفهموا او كلهم اذكياء جدا؟ لا، هنا ده وضع عطارد في الخريطه بتاعتك انت، اتصالاته ايه، درجته ايه؟ حسب ساعه الميلاد، ايش الكوكب اللي ومكان ساعه الميلاد ودقيقه الميلاد ومدينه الميلاد، وهو ده بقى مفهوم الخريطه الفلكيه اللي اوسع من فكره انا اتولدت مواليد شهر كذا. دي اسمها يعني واحد بيت واحد اسمه البرج الشمسي من 12 برج بيكونوا خريطتنا الفلكيه، وكل كواكب واتصالاتها ببعض بتعمل قصه حياتك اللي فاتت واللي جايه ودلوقتي. جد علم رهيب يعني. عشان كده بيكون عندنا علاقه سيئه ببرج ونشوف حد تاني من نفس البرج نقول له انت لا يمكن تكون البرج ده امبارح كنا بنتكلم يعني مثلا في يقولوا ان برج الاسد الابراج الناريه تتفق مع الابراج الهوائيه ده حقيقي ما عدا الاسد والدلو لان هم التضاد الكامل. مين يقول المنطق ان اكتر برج يعني عنده حيويه واحساس بشخصيته او مكان احنا بنقول عليه حتى ده مكان افضل مكان للشمس البرج اللي بيحكمه الشمس مع برج الدلو اللي هو الشمس لما بتدخل برج الدلو هنا بتهبط بتضعف هنا يعني النار كتله نار مع شخص هادي جدا الى حد ما بيحب الامور تمشي بشكل تقليدي هنا عمر لا مش ممكن يتفقوا بس هل ده يعني الابراج النارية والأبراج الحاجات دي كلها بتدخل في نفس الـ يعني لو مثلا لو بنتكلم علاقة الاثنين ببعض اللي هيحكمها مش انت برجك ايه وانا برجي ايه لا الخريطتين مع بعض ومتزاجين ازاي ممكن أوكي. وبعدين هي علاقة تكاملية يعني انا مثلا ممكن شخص اكون بحب اتكلم معاه جدا بس يصلح كصديق ما يصلحش مثلا كحبيب او كزوج ممكن شخص انا هادي جدا وهو المريخ بتاعه في مكان هيتصل بيه هيبقى اكتر شخص يعصبني في الحياه ساعتها هيبقى العلاقه مش ممكن يعني صراحه في كثير عم بيجينا اتصالات وناس عم تحكي عايزين يتكلموا مع رحاب مش عشان معنا كلير من القاهره فبحكي لها مساء الخير يا كلير حلوه مساء الخير حبيبتي ازيك عامله ايه تمام الحمد لله زي حضرتك انا مش هضوع وقتك انا عارفه مش عايزه تكلميني عايزه تكلمي حب فحضرتك خليكي اتركك تتحدثي معاها اهلا وسهلا فيكي تفضلي اهلا كير اهلا بحضرتك اسالي انا برج الحوت اوكي 20/3/72 اوكي ايش حابه تسالي الساعه كام بالضبط يا رحاب لا يعني الساعة صعب لان لازم نعمل الخريطه ده وضع صعب بس انا يعني برج الحوت يعني اعتقد ان من شهر مارس او من اول السنه الامور معاكي مش ماشيه حلو قوي ده حقيقي اوكي ممكن على مستوى الصحه او مستوى الزواج او الارتباط لو انت مرتبطه انا متزوجه وعندي اطفال العلاقه بالزوج اخبارها ايه حلوه زي الفل الحمد طب لله طب الحمد لله ربنا يديم عليكم بس هو ليه برج الحوت شويه ممكن يكون عنده مشاكل طبعا كل واحد يعني كل واحد من برج الحوت هيبقى عنده مشاكل في اتجاه معين على حسب يعني خريطته هو زي ده اللي انا كنت بقوله بس انتوا زحل هيكون ضيف عندكم سنتين ونص زحل ده احنا بنقول عليه كوكب الدروس والتجارب الصعبه شويه هو اللي دايما بيجي بتجربه او درس معين للشخص فطبيعي هو اول ضيافته كده بيبقى ضيف تقيل شويه وهو اللي ممكن يكون مسبب نوع من يعني شويه المشاكل لكن دايما هو بيحب ايه افهمي دايما الدرس اللي جاي لك هو جاي في ايه على فرض لو في الصحه هو مش بيبقى معناه ان هو مش جاي يعاقبنا يعني او الدرس ده مش جاي حاجه تبقى تقيله علينا معناه ان انا محتاجه انتبه لصحتي اكتر لو هو مثلا في شيء يخص علاقتي باخواتي معناه ان انا محتاج ان انا اشوف يعني او اشوف وضع مختلف للتعامل مع اخواتي واشوف ايه المشاكل تمام ميرسي يا كلير ومعانا دلوقتي نانسي مساء الخير يا نانسي ايوه ازيكم سؤالك ايه يا نانسي انا برج العذراء وكنت عايزه اعرف النص الثاني من السنه هيبقى الدنيا فيها ايه بالنسبه لي شكرا يا نانسي ميرسي اهو العذراء بقى بنقول عليهم جيران الحوت
هم كمان اكتر برج متضرر يمكن اكتر من الحوت من وجود زحل في وشه. يعني احنا دايما نقول البرج والبرج المقابل ليه انتوا الاثنين متصلين ببعض، فطبيعي ان زحل في وشك يعني بيزود اي نوع من انواع السلطه عليك لمده سنتين ونص. ممكن ياخر شويه امور، ممكن يعمل تعطيلات في شويه امور، لكن في نفس الوقت ما بيخلصش السنتين ونص بتاعه الا هو عامل مديلك تطور او مديلك تحسن في امر ما على حسب الدرس اللي انت استفدتيه خلال السنتين ونص. بس زحل شادد حيله قوي مع الابراج. بس تخلي بالك طبعا على الجهاز الهضمي شويه او الاكل، يعني حاول ناكل اكل صحي. هلا معنا ساره نور من الجيزه. نور مساء الهلو يا نور. مساء النور. سؤالك على السريع يا نور، ما فيش وقت. معلش بس هو انا كنت برج الدلو، كنت محتاجه اعرف بس التوقعات الفلوس الثاني من السنه. طيب يلا هلا رح ابقى برج الدلو بقى. انتوا يعني الى حد كبير بقى عندكم فراجه، لان انتوا كان بقى زحل كان عندكم انتوا قبل ما يطلع الحوت بين 2019 ل 2000 لغايه اول 2023. طبعا كونه خرج من عندكم ده بيفك من عندكم كتير، رغم ان انتوا داخل لكم ضيف تاني تقيل بس يعني ما بيعملش حركات زحل، لكن انتوا هيكون عندكم تطور في امور كتيره، وكمان البعض منكم ممكن ينتقل لبيت جديد او يشتري، يبقى عنده فرصه ان هو يشتري بيت او ينتقل لمكان تاني. طيب وفي عندنا كمان من رسائل الصفحه 7/12/86. برج ايه؟ لا قول لي البرج على طول. 7 اللي هو القوس، عفوا القوس 7/12/86. برج القوس، انتوا نقول اولا انتوا ممكن يبقى عندكم ترقيات في الوظيفيه او عندكم كمان تحسن في الصحه خلال النص الثاني من السنه. كان مفترض ان انتوا عندكم البعض منهم يعني كتير منهم كان ما بين ديسمبر لحد شهر مايو، البعض منهم كان عنده علاقات فيه جديده او ممكن خطوبه، والبعض كان عنده مولد طفل جديد او فرصه حمل جديده. لما المشتري بينتقل عندهم دلوقتي للبيت السادس ده بيدعمهم جدا في الوظيفة، بيدعمهم كمان على المستوى الصحة، بس هم شوية برضو هيبقى عندهم ممكن شوية مشاكل تبقى في البيت، يعني لقوا السباكة عايزة تتصلح في البيت، ممكن كتير يبقى عندهم رغبة ان هم ينقلوا من البيت، ولو اني ما انصحهمش يعملوا ده في الفترة دي. 7/12/96 اذا بدي اسألك هلا نفس الشيء قوس. قوس وما فرق كثير الايام، بيفرق هاي التوقعات عن لا احنا قلنا الساعه الخريطه الدقيقه هتفرق، كل واحد وليه قصته المختلفه اللي بتحكيها خريطته. عشان كده نص السنه الجديده بالنسبه للقوس يعني اعتقد ان هو الى حد كبير هيكون افضل، يعني هو عموما عندهم المشتري بيدعمهم. احنا بنحسب ازاي ان الكوكب ده هيبقى عنده تطورات كويسه او وحشه؟ بحركه المشتري، لان ده كوكب الحظ، وبندعم وبنقول هيبقى عنده صعوبات بدخول زحل، على حسب ما يكون زحل موجود يبقى هنا الصعوبات، فهو الصعوبات عنده ممكن تكون مع العيله. برضو وجوده شويه ممكن يحس يعني مش بعدته اللي اخد عليها كده وفرفشته، ممكن يبقى عنده ميل للاكتئاب شويه. حقيقي جدا ده، حقيقي جدا. ده تغير في طبعه شويه، لان طبعا وجود زحل في بيته الرابع ده بيت وبيرجع له مشاكل الطفوله قوي، هو كده كل حاجه. وهو على فكره وجوده هنا كويس جدا لانه عايزه يحل مشاكل الطفوله او المشاكل اللي مع اهله. لكن طبعا عندهم حظوظ كويسه جدا في وهيبقوا مشغولين زياده عن اللزوم، هيبقى يومهم كتير مشغول. بس مشغول شغل حلو. احنا عندنا مكالمات ما بتبطلش. في لينا معانا من القاهره، مينا معانا من القاهره. ايه يا مينا قول عايز ايه؟ انا برج الاسد 25/7. اسد سنه كام يا مينا؟ الايه سنه كام؟ سنه 97. يعني نقول برج الأسد اللي عندهم يعني السنة دي ممكن يدعمهم جدا وجود المشتري عندهم تقريبا في البيت التاسع. ممكن يكون عندكم فرص سفر للخارج أو سفر من محافظة لمحافظة بعيدة شوية. اللي ممكن منهم في دراسة يكون عندهم دلالات تفوق كويسة جدا، أو اللي عندهم كمان نوايا أن هم يتعلموا مثلا ياخدوا كورسات أو دراسات تكميلية ماجستير دكتوراه. يعني يعتبر من الأبراج المحظوظة بالنص الثاني من السنة برج الأسد. كل حاجة في الدنيا ماشية بميزان، هم عندهم الحظ هنا مد لهم حظوظ في المجال ده، لكن برضو في عندهم ان هم لازم يخلوا بالهم من السرقات، معرضين يعني شويه لفقد اشياء او اشخاص خلال السنتين ونص. طب الحقرب يعني كل حدا اعتبريني اتصال. مرحبا بقدر اشارك؟ اهلا فيكي. 6/11/80 شو بتتوقعي لي؟ برج العقرب. عن جد واحكي لي شيء مش منيح. نقول العقرب والتور، انا هقولهم الاثنين مع بعض، لان الصراحه هم كانوا اكثر برجين كان عندهم تحديات قويه جدا خلال السنه ونص اللي فاتوا، لان كان في حاجه عندهم اسمها العقد القمريه او راهو كيتو كانوا موجودين عندهم، ودول كانوا انا بعتبر تاثيرهم قوي جدا في الفلك، لانه معناها ان هي بتجي لهم بدروس قويه جدا. خرج التور من منطقه الراحه بتاعته وخلى العقرب كان دايما درسه اساسا، يعني العقرب دروسهم كلها تاتي من الفقد، لانهم اصلا برج بيتعلق
كتير جدا وعندهم حتى التملك شويه يحبوا الحاجه بزياده عن اللزوم. فكانت دروسهم خلال السنه ونص ان هم اي حاجه هيتعلقوا بيها بتروح منهم، شغل، مال، حبيب، مش معنى كده يعني مش كله اكيد زي ما قلنا، بس كان الدرس ان هم يتعلموا ما يتعلقوش بحاجه الاول بحاجه كتير، وان هم يحطوا اكتر من هدف في حياتهم، ما يحطوش حياتهم كلها محور واحد. طب هل بقى بما ان كان دروسهم تقيله جدا، هم من بدايه من شهر يوليو هتبتدي العقد الامريه تنتقل للحمل والميزان؟ خلاص بديش احلى من هيك عشان ما يقوليكش اخذت الحلقه بتسال عن حالها. خلينا نشوف محمود من القاهره كمان عم بيحكي معنا. اوكي بحيرة عفوا. الو مساء الخير. اهلا اهلا. عايز انا 25/4/86 يعني برج الثور مش كده؟ يلا رحاب الثور. لسه كنا بنتكلم على برج الثور. لا معلش ده السنه كلها بتاعتكم جماعه. اللي يعرف حد برج الثور وما عليهوش فلوس زعلوا. اولا برج الثور هي طبعا مش بقى الحظوظ فلوسه بس المشتري كوكب الحظ داخل ضيافتكم لمده سنه، وده بدا من اسبوعين وهيفضل معاكم لغايه نص ماي 24. بيدعمكم في اشياء كتير طبعا. وعلى فكره هو يدعم برج الحمل اكتر لانه هيبقى في بيت المال عندهم في الوضع المالي. لكن انتوا تخلوا بالكم شويه ممكن زياده وزن. حاولوا بس تخرجوا شويه من حبكم للاستقرار، ما بتاخدوش ريسك كتير، وده اللي بيخليكم احيانا تحسوا ان انتوا واقفين في مكانكم. لكن طبعا وجود كوكب الحظ عندكم لمده سنه كامله ده بيدعمكم في اكتر من مجال. اوكي يعني لطيف. معانا اوركيد من القاهره. مساء الخير يا اوركيد. اهلا مساء الخير، اهلا بيكم. ازيك؟ برج ايه؟ لا تمام. انتوا عاملين ايه اخباركم؟ برج ايه؟ انا برج العقرب وجوزي برج العقرب. احنا وي دونج يعني فيري جود. بس انا كنت عايزه اعرف يعني تفاصيل مور انا ما كنتش اعرفها عن برج العقرب، منتظره اسمع. يعني انت وزوجك برج العقرب الاثنين عقرب متخيله؟ ولادكم راجل طيب عشان نعرف بيعانوا ازاي. برج العقرب بس على فكره احنا كويسين جدا مع بعض، يعني من البصه كده بنفهم بعض كويس قوي. ايوه طبعا. ايوه برج العقرب ده اصلا برج عميق جدا وحدسي جدا بالمناسبه، عندهم الحدس عالي قوي قوي قوي، مش محتاجين تتكلموا كتير يعني. بالعكس انتوا دايما يعني بنقول عليكم الباطن بتاعكم اكتر من الظاهر شويه. يعني لو زعلانين ما تقولوهاش بشكل مباشر، دايما تقولوها تبينوها في تصرفاتكم اكتر. العقرب يعني انا بعتبره برج ذكي جدا جدا جدا، وعلى عكس السمعه السيئه بتاعته ان هو يعني برج غدار بيحب الانتقام. لا بالعكس هو برج عميق. اي لاف يو. انا والله العظيم ظالميني وحياه الله يريحك. لا بالعكس. وبالمناسبه بقى في معلومه يا جماعه ما تعرفوهاش عن برج العقرب، ان هم اكتر ناس خوافين جدا، وهو من كتر خوفهم بيبقوا يعني لدرجه ان هم ممكن يتخلوا عن علاقات لمجرد ان هم خايفين الطرف الثاني هو اللي يبعد الاول. هو كل مشاكلهم ان هم خايفين زياده عن اللزوم. ده حقيقي جدا. خايفين زياده عن اللزوم قوي، فبيبادروا احيانا هم يعني العقرب معروف انه قد ينسحب في عز التعلق علشان خايف يتعلق اكتر او خايف الطرف الثاني هو اللي يسيبه. ده حقيقي جدا. طيب قولي لي يا رحاب ايه الابراج المعرضه للانفصال بقى؟ مش هنقول في حاجه اسمها الابراج كلها يعني، مفيش مثلا السنه اللي فاتت كان زحل مثلا في الدلو في معارضه الاسد، هل كل الدلو والاسد انفصلوا؟ نقول مين اللي هيكون عندهم تحديات في علاقاتهم وفي جوازهم تحديدا خلال السنتين ونص دول. زي ما قلنا زحل موجود في الحوت لمده سنتين ونص في معارضه العذراء، فبالتالي ان المشاكل الزوجيه اكتر شويه هتكون من نصيب العذراء والحوت. وده مش معناه ان هو يعني ان كلها تدخل انفصال. الكوكب النحس او اللي بنقول عليه نحيس، ولا نحيس ولا حاجه يعني، هو بس هو ده المسمى، لما بيدخل يعني برج بيجيب له نوع من الصعوبات. ما بيهددش غير العلاقات الضعيفه يعني، مش حاجه اسمها كل برج الحوت، بالعكس ده احيانا بيكون سبب جواز او تكون موسم ارتباط، بس العلاقات الضعيفه هنا هتفضل تتعرض. هو مش هيسيبهم غير لما ايه خلصوا اموركم، لا تخلصوها بالسلم واللطافه او يكون في سالفه. طبعا ممكن نقول الحوت والعذراء هم اكتر ناس محتاجه تراجع علاقتها، واللي شايفين ان هم في علاقات ضعيفه يشتغلوا عليها اكتر. طب يعني الحوت والعذراء خلي بالكم. بالضبط. بس انا بس هيك سريعا سريعا والله الفقره خلصت، بقولوا لي اختمي عشان ما نظلم ونختم بشيء سلبي. إيه مين راح تكون ان شاء الله بالنص الثاني من السنه من الابراج المحظوظه؟ ويا رب يكون عقرب، يا رب يكون عقرب. المشتري طبعا دخل عند الثور والعقرب، فهم طبعا اكثر كوكبين. خلاص بقى وخلاص يا رب يعوضكم بعد السنه ونص العياف اللي فاتوا. طبعا هيكون عندكم نوع من التحسن في اكثر من جهه، وبعض منكم هيكون يعني هم بقى العكس الانفصال هم اللي ممكن يكون عندهم فرص للجواز. طب رحاب انت برج ايه بقى؟ أسد. قبل ما نختم يعني أسد. أسد. لا إن شاء الله يا ربي. أكيد زي ما حكيت قبل شوي رحاب، كل شخص بيختلف أكيد توقعاته لباقي السنة حسب خريطته الفلكية أكيد، وهذا علم وعلم جدا عميق. وجدا انبسطنا بوجودك معنا رحاب عن جد. نورتينا.
لا معي على طول على طول. الو الو اوكي ثانك يو كثير عن جد شرفتينا ونورتينا في هنا. شو ميويا طلعنا بريك؟ يلا بينا يلا بينا لسه عندنا فقرات كثير. بريك سريع ونرجع لكم مره ثانيه. دلوقتي بقى جه وقت الاكل. خلاص اتكلمنا في المشاكل العاطفيه والعلاقات الاجتماعيه وعرفنا ابراجنا ايه وكل برج برجه او يعني حظه ايه. طبعا جه اخر فقره المحببه لينا اكيد كلنا وانا متاكده ان انتوا دي اكتر فقره برضو بتحبوها وهي فقره المطبخ. ضيفتي الحقيقه هي عاشقه للفن، بتحب الفن جدا، مصوره شاطره قوي قوي قوي، وخليني اقول لكم ان هي بتنزل تصور الناس وهي بتاكل في الشارع وحاجات كتير جدا، بتحب الالوان وعاشقه كمان للالوان. مش هطول عليكم علشان انا في اكل كده وتشيكن وحاجات هندي وحاجات حلوه، خليني اروح ارحب بيها بالفود بلوجر نوران عمرو. يا نوران اهلا، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله 100 100؟ تمام الحمد لله. ايه قولي لي بقى احنا هنعمل ايه؟ هنعمل النهارده باتر تشيكن، هي فراخ هندي بالكاري والكريمه وكده، وهنعمل رز بسمتي يتقدم معاها بالخضروات بقى اللي هي البسله والجزر. حلو، احنا هطلب منك حاجتين. هنبدا دلوقتي هنقول المقادير بتاعه الباتر تشيكن. تمام. وهنقعد نرغي بقى مع بعض. اوكي اتفقنا؟ نقول تمام. بقى يلا. الباتر تشيكن نص كيلو صدور فراخ مقطعه مكعبات وبصله مقطعه جوانح، 4 طماطميات مقطعين، ومن 4 ل5 فصوص ثوم، 2 معلقة جنزبيل فريش مفروم، و2 معلقة صغيرة كاري، و2 معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة صغيرة حبهان مطحون، و2 معلقة صغيرة كمون، وعلبة كريمة الخفق، و100 جرام زبدة. حلوة قوي. نبدأ؟ يلا نبدأ. يلا بينا نبدأ. أول حاجة بقى هتبل الفراخ بتاعتي طبعا. فهي يستحسن تقعد مثلا في التتبيله دي من نص ساعه لساعه يعني عشان تشرب يعني تشرب التوابل وكده اهو. حلو قوي. السؤال التقليدي اللي انا بساله دايما هو عشان يعني على فكره غالبا مش عشان الجمهور، الاكله دي بتاخد وقت قد ايه؟ والله ما بتاخدش وقت قوي، هي بس التحضير والحكايه ان هي تتبل يعني، بس غير كده احنا ممكن الصبح تصحوا يا ستاتي حلوين تتبلوا وتروحوا حطنا في الثلاجه، خلصوا بقى البيت وانشروا الغسيل وظبطوا دنيتكم، وبعدين اعتقد هتتحط بقى في النار يعني على طول. هي على طول وانس ان هي خلاص اتبلت هناخدها ونحطها على النار. كل ما تتسبي بقى احسن، ممكن اعملها من بالليل للصبح ولا لا؟ طبعا تبقى برضو اطرى خطيره طبعا. حطيت انا التوابل اللي هي اللي عندنا والليمون، عصير الليمون. ما فيش خل صح؟ لا ما هو يعني ليمون بديل لي. وهنتبلها برضو بمعلقه يعني من الجنزبيل، وبقيته ده هناخده في الصوص، وتوم مفروم. الاكل الهندي اعتقد يحب الجنزبيل ويحب التوم جدا، وهم يعني دايما التوابل بتاعتهم يعني تبقى حاميه الاكل بتاعهم طبعا مليان توابل. في عندهم حاجه اسمها مسالا. ما هو دول يعتبروا يعني التركيبه دي من البهارات دي تعتبر مثلا يعني التركيبه دي يعني انا لو عندي يعني لو عندك مصاله ممكن احط ده لو عندك مصاله ممكن تبقى بديله للقصه دي طبعا. بس هتبلها، هي المفروض تقعد بقى، بس احنا ممكن نشتغل. لا هنعتبر ان هي قاعده، اعتبروها يا جماعه ان احنا قعدناها في التتبيله بتاع ساعتين ثلاثه ونبدا على طول. طيب قولي لي بقى واحنا بنشتغل كده ايه محتاجه كده اقعد ارغي معاكي شويه اسليكي. يلا قولي لي الاكل الهندي اصلا انت متخصصه في الاكل؟ اصلا في ناس تقول لك انا بتخصص في الاكل التشاينيز، انا في الانديان. لا انت متخصصه ولا انت في كل حاجه؟ لا والله انا بحب فعلا يعني المطبخ الاسيوي كده عامه، الهندي والتشاينيز. بحب اعمل نودلز وبرده التشيكن زي الحاجات دي، بس بتكون بقى بصويا صوص يعني اتجاه تاني برده. الله، فبتبقى تحفه برده. اوكي انا هحط بس شويه زيت وحته زبده. مش طبعا اكيد الاكلات السريعه هي الاقرب الى قلبك جدا طبعا بقى، يعني مع الشغل وكده بحتاج ان انا دايما ابقى حاجات على طول يعني كلنا سريعة. حتى والله من غير شغل ست البيت دلوقتي والله الله يكون في عونها. عندك غسيل وعندك تنظيف وعندك تنشوري وعندك الولاد، فاي اكله سريعه الواحد بيحب الحاجات اللي هي بتنجز. واعتقد انا لسه ما اعرفش، بس اعتقد ان الاكله دي ان شاء الله هتكون سريعه. هي اتبلت في 3 ثواني، وزي ما انا قلت ممكن تتبلوها من بالليل وسيبوها واصحوا بقى تاني يوم على الغدا اعملوها. البوتاجاز تمام. ما هو بس ما تقعديش تشيليها عشان هي بيفصل. هي بتفضل اوكي تمام بيفصل بس. طيب كده خلاص هنحط الفراخ. قولي لي انت زي ما انا قلت في الانترو انت عاشقه للتصوير.
بتحب التصوير جدا. هو البدايه كان تصوير، يعني انا بحب جدا التصوير، وهو ده ساعدني بقى ان انا احط يعني الصور. يعني انت بتصوري لنفسك الاكل بتاعي؟ الاكل. برافو عليك. وساعات اصور انا الوصفات بايدي، يعني ببقى ماسكه الكاميرا بايدي. لا 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 بجد، فببقى يعني ساعات بحتاج مساعده افراد البيت بس يعني تساعدني بصديق. بس ببقى ماسكاها بايد وايد يعني شغاله. بس والله. فالحمد لله يعني بتطلع الصور احلى طبعا، يعني بتفرق كتير. طيب قولي احنا عملنا ايه هنا دلوقتي؟ دلوقتي انا هشوح الفراخ في الزبده، في الزبده وسمنه او زيت زي ما يعني اللي تحبيه. بس الزبده حلوه برضو بتدي طعم. هو اصلا هي باتر تشيكن، فيه فقره بالظبط اسمها اصلا باتر تشيكن، فلازم في الاخر زبده فعلا. انا مش عارفه بس انا عايزه اتاكد ان هو تمام شغال. لا لا شغال شغال تمام شغال. قولي لي انت بتصوري كل الحاجات بنفسك ولا لا في حد بيساعدك؟ يعني ساعات طبعا في الحاجات اللي مثلا في لو رايحه مكان او مطعم او كده بيبقى طبعا بستعين بقى بولادي او جوزي يصورني. في البيت بيبقى برضو ممكن ولادي ساعات ابتدوا يتعلموا بقى ان هم ايه يساعدوني. جوزك مش معترض على لانه برضو خلي بالك ده انت بتشتغلي اصلا ولا ما بتشتغليش؟ لا انا بشتغل كمان. بس ما شاء الله والله برافو عليك. طيب ما بيعترضش ان انت بقى في شغلك ومع الولاد وفي في الاكل وكده؟ والله بحاول اوفق بينهم بصراحه يعني، بس بحاول اقنعه والله، بحاول اقنعه ان انا اوكي يعني كده. بس هو هم اللي بيستفادوا لما بعمل أيوة طبعا بياكلوها طبعا. بس فبتبقى كده يعني هم بيستفادوا هم بالاكل. اوكي الحلويات اخبارها معاكي ايه؟ ده برضو ده بند تاني في حياتي يعني عشق كبير بجد، خد فقره في حياتي كبيره. قبل ما اشتغل كنت بعمل كيكس وكده وببيعها، وهي الكاستمايز كيكس اللي هي بتبقى مثلا الحاجات المجسمه عليها حاجات بقى مجسمه للاطفال وكده، فدي كانت برضو. بس انا بقى للاسف بطلت. مين اقرب لقلبك، الاكل الحادق ولا الحاجات الحلويات؟ لا الحلويات، لان انا بحب لما بتطلع فعلا الحاجه الحلوه حلوه. يا جماعه بحس الحلويات دي صعبه قوي. هي صعبه فعلا شويه بس صح؟ الناس بتنبسط قوي بال حاجات على حاجات وال مش عارفه الحاجات الباودر لوحدها والحاجات السوائل بتبقى لا مش الكلام ده. في حاجات بتحتاج تتحط في الثلاجه مش عارفه قد ايه وتطلع، يعني في حاجات ما بتخلصش على طول كمان يعني. فطبعا بنحتاج ان احنا نحضر لها يعني. طيب احكي لي عن التصوير، يعني قبل ما نبدا انا بقول لها نوران وانت اصلا فوتوغرافر؟ قالت لي انا خدتي كورس صح؟ خدت كورس قبل كده، وبرضو انا يعني انا يعني بحب اعلم نفسي سواء الطبيخ او التصوير وكده، دايما احب ايه اشتغل على نفسي في الحته دي يعني. زي ما كنا بنقول من شويه انت يعني انت اصلا بتشتغلي مدرسه ارت يعني فن، بتفني بقى في الاكل، بتفني في شغلك، بتفني في كل حاجه. الفن عامل مشترك في كل حاجه. بصراحه احكي لي بقى علاقتك بالفن والتصوير والحاجات دي. والله بحب يعني انا بحب اي يعني جوب بيكون فيها يعني سعاده على الاخرين، يعني حتى لما بعمل حاجات مع الولاد في المدرسه او كده ويخلصوا مثلا المنتج اللي هو هيعملوه في الارت او كده بيبقوا مبسوطين. انت تيتشر جريد كام؟ اللي هو ابتدائي يعني اليمنتري، من 1 ل 5 كلهم صغننين طبعا. صغننين فبيبقوا لما بيعملوا بقى النتيجه او مثلا كده. نفس القصه بالنسبه للتصوير، لما كنت بصور واطلع مثلا الصور حلوه والناس تاخد الصوره وتقول لي الله ايه ده شكلي حلو قوي في الصوره او كده، فدي كانت برده بتخليني سعيده. ما دخلتيش الاكل شويه في المدرسه؟ ما حاولتيش؟ والله ما جاتش فرصه ان مثلا يبقى في كوكينج كلاس او حاجه. بس يعني هنتهزها الفرصه. يعني قول لنا احنا بنعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي الفراخ هنستنيها يعني تستوي سنه وهنقلها في طبق، وفي نفس الطاسه بقى هكمل تشويح بقيه المكونات بتاعه الفراخ. اكتر بقى اكله انديان او هندي انت مشهوره بيها او بتحبي على طول تعمليها؟ هي دي، هي دي. بعملها في البيت دايما والولاد بيحبوها. وساعات بعمل معاها اللي هو العيش النان ده اللي هو بتاع الهنود اصلا برضو، اللي بيغمسوه بيه وياكلوا بيه. هو اعتقد كمان الاكل الهندي هو مش اعتقد هو اكيد سبايسي حراق. يعني انا دي ممكن يعني مش حاطه فيها شطه، بس طبعا هو يستحسن يبقى فيها شطه، لو كده تبقى طبعا بتبقى تحفه برضو. انا في الاكل الهندي بصراحه اللي ما بحبوش عارفه ايه؟ في مانجا كده المخلله وحشه قوي يا جماعه. هي تبقى يعني مش اي حد يحبها وحشه قوي دي حقيقه، طعمها وحش. هي بتبقى وريحتها يعني وحشه يعني غريبه شويه عننا فعلا. صح. يعني انت عايزه ايه؟ انت حادق ولا حلو؟ انت عايزه ايه مننا؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ صح. انت جايه تقولي ايه يعني؟ طب انا ممكن انقلها دلوقتي في الطبق. بس هي كده ما خلصتش، انت هتعملي حاجات لسه بقى. هعملها بقيه الصوص بتاع المين بقى اللي هو هيتحط في ال وكمان انت لو هتاخدوا بالكم كمان شويه نوران من كتر حبها في الفن حتى هي الاكل اللي بتقدمه لنا هو هيبقى مليان الوان، يعني في الوان كتير، البسله بالجزر والطماطم
لا انت واضح ان انت انت برجك ايه يا نوران؟ برج الاسد. الاسد اوكي. وهو الاسد بيحب كده لا يعني هو الاسد كمان كنت اسالك ومحب للحياه قوي قوي يعني والله فعلا يعني وفاني ولطيفه بحب جدا اللعب بالالوان وبالحاجات دي فعلا يعني. طيب بنعمل ايه بقى عشان دلوقتي هشوح بقى حطيت حته زبده وممكن برضو نقطه زيت اوكي عشان هشوح بقى البصلايه وال والطماطم اللي فاضله معانا دي وال يعني البصل اهو متقطع رفيع كده هو ده كده كده انا ما يهمنيش متقطع يعني كبير او صغير لان هو هيدبل على النار وبعد كده يتضرب في الكبه عشان يبقى بيست بقى يبقى صوص اوكي فهو احنا هنشوحه شويه فهمت لحد ما يبقى يدبل شويه ومعاه الطماطم برضو والهبقيه كده ما فكرتيش تعملي مثلا عشان تغري جوزك يجي يطبخ معاكي وتقولي له يلا وهنعمل البيج تبقى معايا وكده ولا لا ملوش في ما هو 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 اصلا ولا زي الرجاله المصريين هو ما بيدخلش المطبخ اصلا لا هو بيحب يخش المطبخ يعني ممكن يعمل بعض الحاجات زي مثلا الكشري بتاع ليه حاجات كده والكبده على فكره الكشري صعب برده مش سهل لا وبيعملوه في عند المحلات يعني هو انا بغش منه يعني في الكشري بالذات والله يعني الاسره بيطلبوه منه يعني بيطلب منه اعمل لنا كده ايه الاكلات اللي هو بيعملها الكشري مثلا ايه تاني الكشري والكبده بيحب الكبده قوي والسجق الحاجات دي الاكلات الحاجات الحرشه الحاجات الحرشه يا جماعه الحلوه دي فبتبقى حلوه بصراحه بيعملها حلو بيتفوق عليك في دي اشكال بسيبها له بقى انت يعني بقى انت لا هو الواحده احنا اي واحده ست فينا ما بتصدق جوزها عيش قوي بس قوي طبعا وبيبهدل المطبخ بقى زي الرجاله المصريين العاديين شويه للاسف يعني عشان بس كلهم يعني كلهم كده كلهم مش جوزك بس للاسف يعني طيب دلوقتي انا ممكن احط كمان الثوم اهو الثوم ده الجنزبيل احط برضو ثوم في والجنزبيل احنا برضو هنحط الجنزبيل وكل الحاجات دي مع بعض هنا تاني اول اكله الواحد دايما لما بيعمل اول حاجه بيبقى دايما فاكرها انت فاكره اول اكله عملتيها كانت ايه وانا يعني حطيتيها على البيج بحب اعمل طبق مكرونات الله والله سكالوب بانيه يعني من الحاجات اللي اتشهرت بيها في الاول سكالوب والله سكالوب بانيه قعدت فتره حتى كل الناس يعني سكالوب ما فيهوش اي حاجه يعني دقيق بيض بقسماط لا بس يعني كبنوته يعني قبل ما اتجوز او كده كان في بيت بابا يعني لا لما جيتي بقى عملتي بيج لا عملت بقى حاجات كتير يعني لا خلاص انا كنت اوريدي بقى تمكنت بقى. شويه فبقيت اعمل بقى الحاجات اللي انا بحبها وبعملها في البيت اوريدي كانت ايه بقى اول اكله اكيد تفتكريها من زمان قوي لان انا طول عمري احب اصور الاكل اللي بعمله يعني مثلا تشيز كيك مثلا صورتها وحطيتها على الفيسبوك او يعني بحطها اوريدي مش انت بتصوري كله مع بعض مش حاجه الاولى يعني بالظبط طب ايه الاكله المحببه الى قلبك والله برضو الاكل الحرش يعني الحاجات المصري بتاعتنا الملوخيه والحاجات كمان اللي هي التقليديه زي ما بيقولوا بس انا بحب فعلا الاكل بتعملي بتعرفي تعملي محشي وكده بعمله بس يعني انا عندي اولاد ما بيشجعوش المحشي فكده ما يعني للاسف كتير ما عملوش في حد ما بياكلش محشي ما يعني مش عارف عشان كده انت ما فيش يعني هم يحبوا الاختراعات بقى الحاجات اللي هي فيها يعني ما ياكلوش محشي كرنب ولا ورق عنب ولا بتنجان ولا كوسه ما فيش يعني ياكلوا بعض الحاجات بس بناكلها بقى عند ماما حماتي كده يعني لا ما انت لازم تفكري او فكري لنا احنا كمان عشان ايه الاولاد اللي ما بياكلوش الحاجات دي نفكر لهم في اختراع يعني انا ابني مثلا ما بياكلش سبانخ بس بعمل ايه بقى بروح عامله دي وصفه يا جماعه بقى برضو اللي زي حالاتي ولادهم ما بياكلوش سبانخ بس انا ابني بقى كبير فما فيش اقعد اضحك عليه ويا حبيبي مش هينفع لا 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 مرحله فعلا دي حقيقه بقول له ان انا هي دي سبانخ بس بطريقه ثانيه بعمل ايه بقى كاس السبانخ المجمده طبعا انا عشان امراه عامله فبجيب المجمد على طول يعني مش عارفه من غيره كنت هعمل ايه لا كيس سبانخ والله ساعات المجمد ده اختراع يعني فكيس السبانخ المجمدة بجيبها على النار بشوحها كده بس تستوي شوية واروح حط عليها كوكين كريم وببقى بره مشوحة في صدور فراخ واروح حطها عليها وكمان بقى خدوا التريكة دي بقى في جبنة اللي هي البلو تشيز يعني اللي هي الجبنة تحفة بحبها حطوا بقى عليها اللي هي الجبنة زي الريكفورد تحفة مش قادرة طعم مع الكريمة مكعب مرقة دجاج بس والله العظيم هتدعولي وسهلة والله كده تمام جدا
طب جربيها مع رز ابيض. والله حلوه جدا، بحب جدا، والولاد عندي لا بيشجعوا ركفوا يعني. طب جربيها وبياكلوها. تعملي لي منشن تقولي لي عجبتهم ولا لا. هقول لهم، هقول لك طبعا. قول لهم ايوه نرمين هي اللي هت انا دلوقتي صاحبه الاكل. عملنا ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي انا بقى الطماطم بعد كده حطيت عليها التوابل تاني بتاعتنا، معلقه 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 من كل التوابل هي الكركم سوري الكاكاري والحاجات دي. وبعد كده حطيت معلش بدون قطع كلام، انت حطيتي كل التوابل اللي انت حطيتيها على الفراخ حطيتيها على ده؟ عشان ولو عندكم المصاله يبقى هو تستغنوا عن كل ده وتحطوا المصاله. ممكن جدا تستغنوا عنها. حلو. دي بقى تاخد غلوه شويه عشان تطرى، وان انا اضربها في الكبه تبقى صوص. حلو. بس وهي كده تعتبر خلصت، هنحط لها كريمه ونرجع لها الفراخ تاني. فل جدا كده. هنبتدي في الرز بقى. نبتدي ممكن نبتدي في الرز عقبال ما دي كده. طيب احنا ايه عايزه تولعي العين التانية. المفروض ان هي كده ان شاء الله. حطيه بس عليها علشان اوكي. طيب قبل بقى ما نبتدي الرز نقول المقادير بتاعته هي ايه. هنقول حالا. الرز بقى 2 كوب رز بسمتي وكوبايه بسله بالجزر وبصله مفرومه ومعلقه صغيره كركم وثلاث وحدات قرنفل وممكن حبهنتين ومكعب مرقه دجاج ورقتين لورا ومعلقتين سمنه اللي هو بقى هنشوح فيها او زيت زي ما تحبوا يعني. برضو ده سهل قوي على فكره. ده رز بسمتي صح؟ رز بسمتي طبعا، هو ممكن يتاكل ابيض اصلا، بس انا حبيت ان يعني برضو يبقى فيه الوان برضو. نرجع يعني. بقى للالوان تاني. أيوة برضو. أيوة. والاصفر والاحمر. ايوه انت عاشقه للالوان. لا ما جدا بجد. طب هجيب. انت اصلا مبهجه يا رب. والله العظيم بجد مبهجه وطاقتك حلوه قوي. حبيبتي ميرسي والله جدا. انا عايزه اتاكد ان ده اوكي. تمام. طيب هحط سمنه برضه. السمنه من الحاجات اللي مشهوره في يعني في المطبخ الهندي، على الرغم ان بيستخدموا سمنه يعني. ده السمنه دي عندنا احنا بس. لا على فكره بيستعملوها. انت حط حته. اصل انا عاشقه للسمنه برضه. هو ما فيش حل، ما لهاش حل، هي السمنه البلدي بنرجع لها كلنا تاني عادي. يعني انا اقعد اضحك على جوزي اما هو هيلسي جدا فاقول له لا ما في ده حاطه زيت. اصل هو الاكل يا جماعه هو طعمه حلو بالسمنه يعني. ما هو انا اكل حاجه حلوه يا ما اكلش الصراحه، هو ده مبدئي في الحياه. في حاجات لازم لها سمنه، مثلا الكنافه مثلا. ما ينفعش يعني ازاي اضحك على نفسي واحط لا زيت بقى ولا زيت ولا, ولا زبده حتى ولا زبده هي سمنه. هي السمنه بتستحمل كمان معانا في الحاجات دي، بتبقى يعني في الكحك مثلا لازم تحط لها سمنه. ما فيش حاجه كنافه في رمضان مثلا سمنه. رمضان احنا استعملنا كميه سمنه مش طبيعيه. وانا والله انا يعني مش قادره اقول لك. انا حبيت ده صوتي على دي شويه. عايزاه تستوي. عرفنا بقى بنوطي ونعلي ازاي خلاص بقى. لا انا بقيت شاطره شويه. لو فهمت عملته هو حاجات دي بقى. انا عايزه نخليها لا اوكي. طب قولي لي الرز ده ممكن نبدله برز ابيض عادي او رز مصري ولا لا لازم بسمتي؟ لا ممكن جدا مصري عادي. ممكن مصري ابيض يعني، ممكن نعمله مثلا رز ابيض عشان دي فيها صوص فيغني عن الحكايه دي خالص ممكن يعني. ممكن احط معاه كمان القرنفل وال ده ورق لورا. ورق لورا بيدي طعم. هما برضو توابل برضو. انا بحب الورق اللورا. بحبه جدا. هو الاكل الهندي عباره عن هو كله توابل وسبايسي وحراق. سبايسي طبعا هم. وعلى فكره هم فيجيتيريانز كتير عندهم برضو ياكلوا يعني، بيخترعوا حاجات بالخضار يعني، يعملوا مثلا حاجات محمره مش عارف ايه بالخضار. ممكن ما ياكلوش فراخ ولحمه عشان هم اللحمه برضو بس انا الاكل الهندي انا بحبه، بس مش يعني بحبه عشان سبايسي. لكن في حاجات زي ما قلت لك المانجا دي انا لا في حاجات كده ما مش اي حد يحبها صراحه، ماليش فيها بصراحه خالص. لكن الاكل التشاينيز انا بعشقه. وانا برضه. بتعرفي تعمليه؟ بعمل بقى حاجات برضه بقول لك بالصويا صوص مثلا وحاجات وسويت اند ساور والصوص. احب اجيب الصوصات كمان اللي هي اللي بتتباع مثلا جاهزه في السوبر ماركت دي، بعملها بقى اختراعات احطها على بعض. واعمل بقى حاجات مثلا بالفود سوداني يعني هم يحطوا حاجات كده وسمسم ومش عارف يعني تبقى لذيذه برضه. ولادك سريعه صراحه جدا يعني. على فكره جدا كل الحاجات دي تبقى سريعه جدا. احنا بقى اللي اكلنا يا جماعه لا الاكل المصري الطشه والملوخيه ونخره الملوخيه بنقعد حبه حلوين والمحشي ولف المحشي والمحشي ده بياخد يومين تعمليه في الاخر. انا عايز اقول لك حاجه، انا المحشي بقسمه يعني مثلا امبارح عملت الخلطه مثلا النهارده نحشي طبعا. بكره ناكله فهو في مراحل معروفه. أيوة. يعني معروفه لكن بياخد وقت رهيب وفي الاخر فعلا يعني بيتاكل في 3 ثواني يعني. ما هو دي المشكله. كانت الفنانه داليا البحيري شفت لها لقاء مره بتقول يعني ايه يا جماعه انا اقعد 3 ساعات ولا 5 ساعات احشي او الف المحشي وفي الاخر ياكلوه في 3 ثواني.
فقلت لك لا لا قدروا مجهودي. فانا فعلا انا بضم صوتي لصوتك والله، قدروا مجهودنا. لا اقعدوا اقعدوا كتير على السفره وكلوا براحتكم يعني. ماشي انت دلوقتي عملتي ايه؟ انا يعني انا مستنيها تتفرز شويه. لو معانا وقت لسه ممكن استناها شويه سيبيها. طب دي ممكن اضربها بقى في الكبه. بس هو عادي نحطها سخنه وتتضرب عادي؟ هي دي ازاز. لا عادي، وممكن عادي. بالهاند بلندر اللي هو برده ممكن في الـ في الطاسه على طول. بس ايه تعرف بس النار هنا احنا اوكي. هو انا من عندي مش فيش حاجه ولعه. لا والله شغالين. شغال؟ لا تمام. لا لا التاني بتاع الصوص لا شغال برضه. طيب لا يعني نص ماشي. طيب هنحط كده. وبرضه على فكره ما خدتش وقت. ما هي مش تاخد وقت على فكره خالص. يعني احنا وقت الفقره تقريبا ايه 25 دقيقه. احنا في 25 دقيقه عملنا اكلتين، يعني عملنا الرز وعملنا الفراخ ولا حاجه. بتطلع يعني كمان يعني الفليفرز بتاعتها حلوه رغم ان انت تحسي ان انت عامله مجهود يعني كبير وهي حاجه سهله. لا وبعدين خلي بالك احنا في الصيف احنا بنبقى الجو حر مش قادرين ناكل اكل تقيل وزهقانين من المطبخ، مش قادرين نقف الجو في المطبخ بيبقى مش طبيعي. دي متهيألي مفيش اسهل من كده اهو. عايز اتاكد بس ان انا كده تمام. انت كده تمام. تمام ست بيت ست بيت يعني. او واقفه في واقفه في مطبخ البيت. ايوه والله انا بعمل كده على فكره. والله بعمل كده اللي هو الحق حاجه عشان بس خلاص. اعتقد هو يعني تديني شويه كمان. ماشي انا عايزاه يبقى يعني على قد ما اقدر. انا طبعا خليته في وقت قياسي يبقى ماشي. يدي كده هنرجعه بقى للطاسه تاني. بس هحط بس بسرعه الفيله برضو تاخد تشويحه تاخد كده. تشويحه يعني دي فروزن بس ممكن نستخدم طبعا بسله الفريش عادي. ليه نستخدم فريش طالما في طالما في يعني في حاجات في اوبشن يا جماعه. ياخد عايزه بس لفيها كده. يا قفشت بقى عشان الحراره متهيئه يمكن. طب طب هسيبها دقيقه كده تهدى شويه. طيب هنا عامه كده احنا البسله والجزر يبقى انت حطيتي السمنه وبعدين البصل وبعدين الورق اللورا وبعدين البصل سوري البسله والورق اللورا قلنا والقرنفل وبعدين البسله وده ايه؟ وده كركم بقى. كركم اللي هيدي لون. يدي لون بقى لل ممكن بس لا ما اعتقدش ينفع. كنت اقول لك عصفر اسمه عصفر ولا قصدك زعفران؟ زعفران ايه عصفر؟ هو للاسف هو زعفران حلو بيعمل بس مش مع الاكله دي. لا كمان هو غالي يعني. لا هو غالي غالي جدا وبيبقى يعني شويه قد كده مليون جنيه تقريبا. لا خلاص لا 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 ما تسمعوش كلامي خالص في الحاجات دي. احنا بنحاول نشوف نختصر. وبعدين نحط بقى الرز ده مغسول ومنقوع كمان يعني. حلو قوي. بننقع الرز؟ انا بقى ده سؤالي ليا انا الشخصي. بتنقعي الرز يعني رز البسمتي بتنقعيه؟ والله بصي انا ممكن ما انقعوش يعني بغسله غسله كويسه وتسيبيه يتصفى. ويتصفى لان هو كده كده بياخد ميه كتير وبيستحمل الرز البسمتي. يعني بيستحمل الميه مش زي الرز بتاعنا يعجن بسرعه. فانا بغسله بس مجرد غسله وبعد كده بستخدمه على طول. براعي بقى ان انا احط له ميه يعني كويس ميته اللي هو محتاجها. يعني كوبايه الرز البسمتي تاخد حوالي 2 ميه عكس الرز المصري. عكس الرز المصري عشان المصري بيعجن. المصري بيعجن ضعيف عن البسمتي. البسمتي طبعا. اوكي بس انا هقلبه كده. ممكن بقى احط له ميه واوطي عليه. طب ونرجع بقى نحاول نفتح دي. طب نحاول نفتح دي وبعدين نتكلم. عايزه اتكلم معاكي عن التجارب اللي مريتي بيها وانت في المطاعم. ايوه بسم الله. هي ان شاء الله هتفتح ان شاء الله. اهي تمام. حلو قوي. كان ليكي تجارب في المطاعم، ايه بقى؟ احكي لنا عن التجارب بتاعت المطاعم. لا والله في تجارب كتير بتبقى حلوه وفي تجارب بتبقى مقالب بس يعني مش الحمد لله. لما بتروحي مثلا ريستورنت او مطعم والاكل مش حلو بتقولي ولا لا؟ ما انا مره رحت مكان يعني هو ده اللي فعلا يعني لقيت فيه مقلب شويه. كان بتاع برجر
وما كانش البرجر يعني احلى حاجه، بس انا حتى لما عملت الريفيو يعني قلت خلاص يعني، وانا ما كنتش انا اللي رحت اجربه بنفسي يعني، ما كنتش حتى قايل لي تعالي جربيه او كده. قلت بقى ان العيش كان مش احلى حاجه، كان فعلا العيش يعني انت بتقولي بتتكلمي لو في حاجه فعلا مثلا، او مثلا اللي عجبني اكتر كان كذا يعني، في حاجات مثلا فعلا بتعجبني وحاجات لا، فبقول الحقيقه بتقولي يعني. الحقيقه بالظبط. ف بس فطبعا دي كانت المره الوحيده اللي كان فيها المقلب ده يعني. اوكي طب انا هحط ميه لده كده. احنا كده كده عاملين اوريدي في رز بره. تمام. ما هو شوف كده مثلا، وبرضه اعتقد الرز ده يا دوبك وانس ان هو اتشرب انا على الشياطه او بتوطوا عليه ومفيش يعني 10 دقائق ربع بكتير بتهيألي صح؟ وهو ما بياخدش وقت فعلا خالص. بسمتي بقول لك هو لذيذ يعني، بيخلص بسرعه ويعتبر سهل يعني، مش لازم مثلا تنقعيه كده، لا عادي نشتغل على طول. طيب انا كده دي تقريبا خلاص كده تمام. انا ممكن اغطيه بس وهوطي النار بقى. نرجع تاني افتكري احنا بنختبرك على فكره. لا والله انا ما بقتش اشوف قوه ذاكرتك عامله ازاي. انا وطيت عليه كده مثلا. هنا بقى الصوص ده هرجع له بقى، هعمل ايه؟ احط الفراخ، احط الكريمه عشان الكريمه هي اللي هتديله عشان يدوب بقى الاورنج كده. نقدم بقى الحاجه. تمام. وممكن احط له بقى حته زبده تاني. بصوا الالوان والحركات والنبي، يعني ايه الجمال ده؟ الزبده إيه الجمال ده؟ عشان الباتر تشيكن. هي باتر تشيكن باتر تشيكن بس كفايه بقى عشان يعني كده، عشان بس التخن يبقى صح يعني، عشان لما نتخن نتخن صح على حق على حق ربنا. طيب احنا للاسف عشان الوقت خلاص، هنحط التشيكن بقى. ايوه ونغرفها بقى. واديها تقريبا على بال ما اهو ونغرفها. ممكن تغرفي الرز برده كمان. اهو احنا قبل على بال سيبي دي تاخد وتدي مع نفسها كده على بال ما تغرفي الرز. خليها كده تاخد غلوه. هي المفروض برده يعني لو انت شاكه ان هي ما استوتش ممكن تستف الصوص ده شويه كده تاخد غلوه معاه. اجيب بقى انا الرز الجميل ده. احنا اهو اخر حاجه نزلتيها كانت على الصفحه ايه؟ اكله اخر حاجه كنت عامله مكرونه كلها في حله واحده، اللي هي المكرونه مكرونه بالوايت يعني صوص يعني. هقول لك دلوقتي، هي مكرونه بوايت صوص ومعاها فراخ وكله بيتعمل في حله واحده. ازاي ده يعني؟ مش هتسلقيها كمان بجد؟ يعني ما بتتسلق. طب والفراخ بس بتحمري الفراخ او يعني بتشوحي الفراخ قصدي بره؟ بتبقى هي بتبتدي بالفراخ، بتشوحي الفراخ الاول مع بصلايه او كده، بعدين بنضيف المكرونه نيه وبعدين تحطي لها شوربه وميه وشوربه سوري ولبن وكريمه لو عندك. دي حاجه شبه المبكبكه. ايوه بالظبط، مبكبكه بس وايت صوص. حلوه دي وبالفراخ، بس بجد سريعه وتحفه يعني، والولاد بقى بيموتوا فيها. الولاد بيحبوا الحاجات جدا، وبحط لها مرقه وكده بتبقى رائعه. ولو ما فيش كريمه ممكن تعمليها بلبن بس، يعني فيها اوبشنز لطيفه كتير صراحه. بس فكده اهو انا ممكن خلاص كده مثلا كفايه. بقى نحط بقى نغرف ال انا ممكن بقى نحطه هنا مثلا الفراخ عشان ناكل بقى. يلا بقى ناكل بقى اهو. ناويه تنزلي ايه الاكله الجديده على صفحتك؟ حضرت لها ولا لسه؟ مشكله الحاجات دي بتاخد مني وقت للاسف في التحضير، بس انا عامله حاجات والله ساعات بصور حاجات يعني قبلها عشان تبقى عندي حاجات ستوك يعني، ابتدي انزل لو انا ما عنديش وقت مثلا اصور دلوقتي او في الشغل او كده. بس كنت اصلا عيانه فما يا حبيبتي سلامتك، عملت حاجات ألف بس سلام عليك. ربنا يخليكي. فبس هصور حاجات طبعا. دي نزلي الوصفه دي على ما دي ما نزلتهاش على فكره. ممكن انزلها دي تاني. نزليها بقى. بس كده انا ممكن اجيب بس حاجه. عايزه كلينكس ولا عايزه؟ لا خالص، انا هحط الصوص بتاعها كده بس. بجد نوران تسلم ايدك. الاكل شكله حلو يعني، يا ربي مشهي كده، عارفه اللي هو بيفتح النفس. يا ربي يخليكي. لا انت استاذه رايي. نشوف واحنا بص 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 ممكن احط لكم شويه على لو حابه برضو. حط نحط شويه من الصوص بصوا الالوان والجمال والحلاوه. لا انت فعلا عاشقه للالوان جدا والله. ما تخيلش قد ايه. لا بجد نوران تسلم ايدك. تسلم ايدك. ويعني احنا كنا مبسوطين معاكي، يا رب تكوني انت اتبسطتي معانا جدا والله. يا رب. جدا. لا بجد بجد. حبيبتي نورتينا وشرفتينا نوران عمرو الفود بلوجر، واكيد لينا لقاءات ثانيه بقى. لقاءات ثانيه تشاينيز بقى ان شاء الله. المره الجايه تشاينيز بقى. تشاينيز كفايه. خلاص ان شاء الله. نسيب دي على جنب. ونودلز وكده. خلاص اتفقنا. بشكرك يا نوران، ميرسي جدا ليك. ميرسي جدا. بشكركم كل الناس اللي كانت بتتفرج علينا النهارده، يا رب حلقتنا تكون عجبت حضراتكم. استنى
استنونا ان شاء الله في يوم جديد وقعده جديده من قعدتنا في هو وهن.